وبركاته. نعيش وإياكم في رحاب كتاب الله جل وعلا، أعظم الكتب وأصدق الحديث، إنه كلام الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعيش وإياكم جزءا من هذا الكتاب العظيم، وهو جزء القصص التي نثرها الكتاب بين سوره من البقرة إلى الناس، سور تناثرت فيها القصص. قال الله عز وجل فيها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه القصص فيها العبر، فيها الثبات، تثبيت العبد على دين الله جل وعلا يكون بهذه القصص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب ويطارد ويخرج من بلده ويجوع أصحابه، وتنزل القصص تثبت قلبه. هذا يضربه، وهذا يشتمه، وهذا يمنعه من الدعوة، وهذا يقتل أصحابه، هذا يجر بلال، وهذا يجلد عمار، وهذا يقتل أمه، وهذا يحرق خباب. الصحابة يتعذبون والقصص تنزل. ما هدف هذه القصص؟ ولما ينزلها الرب عز وجل؟ هذه القصص لتثبيت قلوب المؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عندنا ألبوم سميناه قصص الأنبياء، وفي هذا الألبوم سوف نتكلم عن قصص القرآن التي لم تذكر في تلك القصص، قصص بعضها يتعلق بالأنبياء لكن ليس مباشرة، وبعضها لا علاقة له بقصص الأنبياء لا من قريب ولا من بعيد. نتكلم عن هذه القصص ليس من باب التسليح، ليس من باب قضاء الوقت، ليس من باب تقطيع الفراغ، لا والله، فكل قصة لها هدف، بل كل آية في القرآن وكل كلمة وكل حرف له هدف وله مقصد. إذا سمعت هذه القصص علمت كيف ثبت الله عز وجل فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو القصص الحق لم يأتي إلا من رب العزة، من أين سمعها النبي؟ لو مررت على قصة هاروت وماروت، أو جاءك خبر قصة البقرة في بني إسرائيل، أو سمعت بخبر جالوت وطالوت وما الذي حدث بينهما، أو مررت على قصة صاحب الجنتين أو أهل الكهف أو ذو القرنين أو غيرها من القصص، من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أين سمع بها؟ أكبر دليل على أنه ما نطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه القصص تنبه الإنسان من رقدته، من غفلته، عندما يسمع قصة أمة من الأمم كسبأ وما الذي جرى لهم ينتبه. أشكر نعمة الله جل وعلا لما يسمع قصة صاحب الجنتين وما الذي فعله الرب عز وجل به بعد أن كفر نعمة الله، ينتبه الغافل ويتعظ النائم. قم من غفلتك، قم من رغدتك، انظر ما الذي فعله الرب بالأمم السابقة. من أطاع الله ماذا كان مصيره؟ ومن عصى الله عز وجل ماذا كان جزاءه؟ تسمع في هذه القصة وفي تلك القصة عاقبة المتقين وعاقبة الظالمين. حتى لا نطيل عليكم بأهداف القصص لأن أهدافها كثيرة، لندخل وإياكم في أول القصص ذكرها الرب عز وجل في سورة البقرة، وسمى السورة الكبيرة أكبر سورة في القرآن باسمها،
ايش معنى صارت سورة البقرة باسم هذه القصة؟ قصة البقرة، بقرة من؟ بقرة بني إسرائيل. الآيات والسورة فيها قصص كثيرة، وفيها أعظم آية في القرآن، وفيها آخر آيتين من أعظم الآيات في كتاب الله. إيش معنى صارت السورة باسم البقرة؟ إليكم هذه القصة. جاء في الخبر أن رجلا من بني إسرائيل كان غنيا ثريا، عنده مال عظيم، مال كثير، لكنه كان عقيما، ما كان عنده وارث، وكان له ابن أخ لئيم. ابن الأخ ينتظر وفاة هذا الرجل ليرث ماله. مرت السنون ولم يمت هذا الرجل، فماذا صنع هذا الشاب؟ مكر مكرا بهذا العم. جاءه في ليلة ظلماء لا يسمع به أحد ولم يشعر به أحد، فارتكب جريمته وقتل عمه، وأخذ الجثة بالليل وحملها ولا أحد يعلم، والناس نيام وبنو إسرائيل غافلون، لا أحد يسمع بالجريمة. أخذ هذه الجثة ورماها عند بيت أحد الناس ليتهمه. فأصبح الصباح ووجدوا الناس جثة هذا الرجل الثري، فقامت قبيلته وقام قومه إلى القبيلة الأخرى التي وجدوا الجثة عندها، أرادوا قتالهم، وثارت مقتلة كادت أن تعصف ببني إسرائيل. فجاء الحكماء وقال بعضهم لبعض، قالوا لهم: لم تتقاتلون وفيكم نبي الله؟ من نبي الله؟ كان موسى عليه السلام موجودا. فيكم نبي الله، لم تتقاتلون وهو فيكم؟ قالوا: ماذا نصنع، ماذا نفعل؟ قال بعضهم: اذهبوا إلى موسى فقصوا عليه الخبر فيسأل ربه ويخبركم من قتل هذا الرجل وينتهي الأمر. فذهبوا إلى موسى عليه السلام، قالوا له: هذا الرجل قتل ولا نعرف قاتله، سل ربك من قتله. قال: فإذا فعلت هذا وأجابكم الوحي وجئتكم بالخبر، أتشكرون الله؟ قالوا: نعم. أتستجيبون لما أمركم الله به؟ قالوا: نعم. فذهب وسأل ربه وصلى وسجد ودعا ربه جل وعلا، فطلب الله عز وجل من موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، أي بقرة يتقربون بها إلى الله، جيبوا بقرة اذبحوها تقربوا إلى الله، يخبركم كيف مات هذا الرجل ومن قتله. لكن بني إسرائيل ما في فائدة، هل يستجيبون؟ هل يمتثلون؟ ما طلب الله منهم شيئا، بس بقرة تقربوا بها إلى الله. لكنهم بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تدرون إيش ردوا عليه؟ قالوا: حنا نأتي إلى نبي الله ونقول له ما أخبرنا من قتل هذا الرجل، ويقول لنا اذبحوا بقرة. قام يضحكون ويضرب بعضهم كف بعض ويقولون: انظروا إلى نبي الله كيف يستهزئ بكم، ويستهزئ على أوامر الله، ويستهزئ بدين الله، ويضحك عليكم يقول لكم اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. غضب موسى عليه السلام، أنا أستهزئ وفي شنو؟ في آيات الله؟ أنا أستهزئ في أوامر الله؟ أنا أستهزئ بدين الله؟ يعني لو قلت شيء ثاني؟ قلة أدب مع موسى عليه السلام، ما احترموا نبيهم، هم أصحاب الحاجة، هم الذين يريدون معرفة الآن الخبر، ومع هذا قلة الأدب في بني إسرائيل لا تنتهي وليس لها حدود حتى مع نبي الله. قالوا: تضحك علينا، تستهزئ فينا، نطلب منك طلب وتقول اذبحوا بقرة؟ رد عليهم موسى بغضب، قال لهم: قال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله، يعني الواحد يمكن يستهزئ ويعصي ربه، لكن يستهزئ في الدين؟ يستهزئ في أحكام رب العالمين؟ هذا والعياذ بالله ردة. يستهزئ الإنسان على ربه وعلى آيات الله وعلى أوامر الله؟ لكن بني إسرائيل ما يعرفون شيء اسمه نبي، قتلوا 70 نبي على صخرة واحدة، تخيلوا. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا 70 نبي على صخرة واحدة في فلسطين، و70
ويفتخرون أننا قتلنا الأنبياء. ولما ظنوا أنهم قتلوا عيسى، ظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، جاءوا إلى الناس. شوف الواحد لما يفعل جريمة يستر على نفسه، قالوا يفتخرون إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ويقولون رسول الله ويقولون قتلناه. شوف الخبث وشوف قلة الأدب حتى مع رب العزة. الآن الطلب شنو؟ اذبحوا بقرة وينتهي الأمر، ارجعوا لموسى عليه السلام. شددوا فشدد الله عليهم، لو ذبحوا أي بقرة كانت، صغيرة كبيرة ضعيفة هزيلة مريضة عرجاء، لأن موسى قال بقرة، أي شيء اسمه بقرة لو ذبحوها لا كفت وفت. لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. جاءوا يسألون موسى عليه السلام شنو هذه البقرة؟ بقرة يا جماعة شنو بقرة؟ يعني ترى السؤال غريب، السؤال فيه أيضا نوع من الاستنكار. واحد تقول له ائتني بخروف، يقول لك شنو الخروف؟ شنو الخروف؟ خروف. ائتني ببقرة، اذبح بقرة بعد شنو تسأل ما هي؟ شوف السؤال، ما قالوا يعني في البداية صف لنا البقرة، لا قالوا ما هي، كأنه ما عارفين شنو معنى البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، ترى السؤال غريب لكن إذا خرج من بني إسرائيل مو غريب. قوم جبلوا على هذا، قوم فقط فيهم العناد، فقط فيهم التجديد، فشدد الله عز وجل عليهم. فرد عليهم موسى، سأل ربه يا رب حدد لي هذه البقرة، أوصف لي أوصافها. فجاء التشديد الآن، شددوا فشدد الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. الآن التشريع ينزل، لا تسأل أكثر، خلاص جاءك الأمر سو أي شيء وانتهي الأمر، الله رحيم. لكن هم في نزول التشريع شددوا فشدد الله عليهم. فأخبرهم موسى أن هذه البقرة لا كبيرة ولا صغيرة، لازم يكون عمرها وسط، ما تكون كبيرة جدا فارض ولا بكر صغيرة جدا، عوان بين ذلك. أول شيء يعني كانت أيضا الشرط الأول سهل، بعد سهل هذا الشرط أن ما تكون كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، مليء الأبقار عندهم، لكن حتى هذا الشرط ما اكتفوا به. قال إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ولاحظوا معي، لاحظوا معي سوء الأدب من بني إسرائيل، ما يقولون ربنا، ادعوا لنا ربك، ما يقولون ادعوا لنا ربنا، ربنا وربك، لا شوف حتى الأسلوب كأن هذا الرب مو ربنا احنا، ربك انت، مع انهم مؤمنين ترى، مع انهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله ونجاهم الله من فرعون وأخرجهم من 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 غرق البحر وكل هذا، مع هذا يقولون لموسى ادعوا لنا ربك. قلة أدب ليس بعدها قلة أدب. الله أراد أن يخبر بهذه القصة سوء تعامل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني بسرعة بسرعة استجيبوا لله. الواحد أول ما ينزل عليه الأمر مباشرة. الذين استجابوا لله والرسول، شوف الصحابة قالوا له لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. قال المقداد، قال والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إحنا ما نتركك يا رسول الله، أينما خضت منا نخوض معك. هكذا أهل الإيمان يستجيبون لله ورسوله. جاءهم الأمر، يلا لا صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، اذبحوا أي بقرة. جاءوا مرة ثانية يسألون بنفس الأسلوب، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. اشتبهم في اللون يا جماعة، أي بقرة وخلاص، لا حدد لنا لون معين عشان نذبح فيه. فرد عليهم موسى عليه السلام قال يجب أن تكون هذه البقرة صفراء، مو أي صفراء، لا فاقع لونها، يعني شديدة الصفرة، تسر الناظرين. يعني البقرة إذا شفتها لا هي ضعيفة ولا مريضة ولا فيها عيب. شوف شرطين زاد الحين عليهم، اطلبوا اللون، جاهم شرطين، لون وأيضا المنظر.
إذا شفت البقرة يجب أن تكون تسر الناظرين، ما فيها ولا عيب، لا تكون عرجاء ولا عوراء ولا مقطوعة ولا هزيلة ولا مريضة ولا متعبة ولا أي شيء، لازم إذا نظر إليها الناظر سرته. يلا زادت الآن الشروط. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هل اكتفوا بهذا؟ ذهبوا إلى قومهم. أيضا لا زالت الأبقار يمكن قلت الآن، العدد قل، صفراء فاقع لونها، يعني قل العدد لكن لا زال في البقر بقية. مع هذا أيضا أرادوا تشديدا آخر، والله قمة الجنون والغباء. الإنسان يعني جاء الأمر من الله طبقوا خلاص، افعلوا ما تؤمرون. لا وبعدين يعني شوف السؤال الثالث، ثالث مرة وللحين مو متأكدين أنهم سيهتدون إلى هذه البقرة أو لن يهتدوا إلى هذه البقرة. مرة ثالثة رجعوا إلى موسى عليه السلام، قالوا له قالوا ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. الشيء الوحيد الصح اللي سووه إنهم قالوا إن شاء الله، لو لم يقولوا إن شاء الله لمهتدون لما وجدوا البقرة إلى يوم القيامة، لكن رحمهم الله بأن قالوا إن شاء الله. يقول أهل التفسير هذه الكلمة أنقذتهم لأنهم قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون، هذا الشيء الوحيد الزين فيهم، ولا كل القصة غباء وتشديد وقلة أدب مع موسى ومع ربي موسى. لكن الكلمة الوحيدة الصح اللي قالوها إن شاء الله، وإنا إن شاء الله لمهتدون. سأل موسى ربه المرة الثالثة فأخبره الرب عز وجل شرط هذه البقرة أنها غير ذلول، غير مسخرة، لا تستخدم لا لحراثة لا لزراعة لا لسقاية ولا لشيء، بقرة حرة، بقرة غير مستخدمة في أي عمل من الأعمال. لا مو بس كذي، هذه البقرة كاملة اللون، ما فيها لون ثاني، لا شية فيها، ما فيها ولا عيب، وقيل ما فيها ولا لون مختلف، لون كامل، صفراء كاملة فاقع لونها، وما فيها شية، يعني ما فيها ولا علامة ولا فيها عيب أبدا. كل سؤال الله عز وجل يزيد أيضا صفة حتى يشق عليهم مثل ما شقوا على أنفسهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، غير مذللة غير مسخرة، لا ذلول تثير الأرض لا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق. الآن جئت بالحق، يعني موسى ما جاء بالحق للحين، سبحان الله شوف الأسلوب. في النهاية قالوا الآن جئت بالحق، الآن صح كلامك. أخذوا يبحثون، أول شيء بقرة لا صغيرة ولا كبيرة، الشيء الثاني صفراء فاقع لونها، لا ضعيفة ولا مريضة، تسر الناظرين، غير مسخرة، لا لسقاية ولا لحراثة، لا شية فيها، ما فيها عيب أبدا. أخذوا يبحثون بين الأبقار فما وجدوا، يبحثون ويبحثون ويبحثون ما وجدوا بقرة بهذه الصفات إلا بقرة واحدة. كل بقر بني إسرائيل ما وجدوا هذه الصفات إلا بقرة واحدة. لمن هذه البقرة؟ لصبي يتيم، هذا الصبي أبوه ميت وكان أبوه صالحا، أبو هذا الصبي رجل صالح وكانت هذه البقرة عنده، فجاءه رجل وقال له يا غلام بنو إسرائيل يبحثون عن بقرة مثل بقرتك، فإن جاءوك فلا تعطيها إياهم إلا بثمن غال. قالوا تبيع البقرة؟ جاءوا وجدوا البقرة الآن عند الصبي، والصبي أبوه صالح ميت الأب، قال نعم أبيعها. قال بكم؟ فأعطوها بثمن الأبقار، ما رضي، رفعوا السعر حتى أعطوه بثمن جلدها ذهبا،
فما رضي حتى وافق بعشرة أضعاف جلدها ذهبا، أعطى هذا كله ثمنا لهذه البقرة، أعطاهم إياها بعشرة أضعاف جلدها وزنا ذهبا، وأعطوه إياه هذا الذهب كله لأنهم شقوا على أنفسهم، فنفع الله هذا اليتيم هذا الصبي الصغير ربما بصلاح أبيه، واشتروا هذه البقرة وجاءوا بها إلى موسى عليه السلام، قالوا يا موسى وجدنا البقرة، قال اذبحوها. لم يفعلوا. ليش ما فعلوا؟ أول شيء خافوا أن يذبحوا هذه البقرة فيطلع واحد، كل واحد يظن أن القاتل من قبيلته من قومه من أهله من جماعته، فخافوا أن يذبحوا البقرة وتصير الفضيحة فيهم والكارثة عليهم، فما فعلوا في البداية. ويأمرهم موسى اذبحوها، مو أنتم أردتم البقرة، أردتم أن يخبركم الله بالقاتل، اذبحوا البقرة. ما كادوا يفعلون، لكن في النهاية فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب ذبحنا الآن البقرة، وبعدين أخذ موسى عليه السلام شيئا من عظامها، عظام هذه البقرة المذبوحة، وجاء إلى جثة القتيل. الرجل ميت الآن، العم ميت، الرجل الثري الغني ميت، والناس كلها الآن تنظر إلى جثته، وأمام البشر وأمام الملأ موسى عليه السلام يأخذ عظمة من هذه البقرة. الناس تشوف الشيء بيسوي موسى عليه السلام، جاء إلى القتيل فضرب العظم بجثة القتيل، فلما ضرب العظم بجثة القتيل كأن البقرة المذبوحة شيء منها انتقل إلى هذه الجثة، وإذا بالجثة يفتح الرجل عينيه ويقوم الرجل من فوره، أعاد الله له الحياة. فقام ففزع الناس، القتيل قام، الميت استيقظ فتح عينيه وأخذ ينظر للناس، والرجل ميت قبل قليل الآن أحياه الرب، ينظر يمينا وشمالا وينظر إلى الناس، والكل الآن في فزع، وابن أخيه بين الناس يتظاهر بأنه بريء، فإذا بالقتيل يتكلم ويقول هذا الذي قتلني، أشار إلى ابن أخيه، ثم رجع ميتا مرة أخرى. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، شيء من البقرة وجثة القتيل، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذا بالرجل يظهر قاتله ويعلم الناس من قتل هذا الرجل، وآية ومعجزة في بني إسرائيل يظهرها الرب عز وجل كآياته السابقة على يد موسى عليه السلام، يبين فيها كم شق بنو إسرائيل على أنفسهم، فشدد الله عز وجل عليهم. كيف استجاب أهل الإيمان من أصحاب نبينا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا سمعنا وأطعنا، أما بنو إسرائيل كيف شقوا وشددوا وتلكأوا وفي النهاية وما كادوا يفعلون. كيف يظهر الله عز وجل الظالم في نهاية الأمر، والعاقبة للمتقين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كيف يؤيد الله أنبياءه ورسله بالمعجزات والآيات الباهرة التي لا زالت إلى اليوم نقرأها في سورة البقرة ونمر عليها ربما بلا عبر، فلنعتبر بهذه القصص أحسن القصص أنزلها الرب عز وجل للاعتبار والاتعاظ. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة. هذه أيضا قصة من قصص القرآن، والله عز وجل لا يذكر القصص عبثا، فكلامه جل وعلا كله لحكمة، والقصص ترفع الإيمان، شأنها شأن القرآن كله، بل هي موعظة للغافلين. قصة تسمى قصة هاروت وماروت،
وما قصة هاروت وماروت التي ذكرت في سورة البقرة؟ اختلف الكثيرون في حقيقة هاروت وماروت، بل إن بعض الناس، وذكرت هذه القصة في بعض الكتب، أن ملكين اسمهما هاروت وماروت نزل في بابل وأنزل الله عز وجل فيهما شهوة الإنسان، ففتنتهما امرأة في تلك البلاد فافتتنا بها، فلما افتتنا بها عاقبهم الرب عز وجل عقوبة في الدنيا، وأخذت المرأة منهما علما، من العلم الذي أخذته هذه المرأة علم كيفية الصعود إلى السماء، بعض الكلام تقول فتصعد إلى السماء، فتعلمت هذه المرأة هذا العلم فصعدت إلى السماء، فلما صعدت الفتاة أو المرأة إلى السماء مسخت. ماذا مسخت؟ مسخت كوكب الزهرة الذي يرى الآن. وهذه القصة ليست بصحيحة، بل هي كذب وباطل ليس فيها أي سند، وكلها مختلقة وليس فيها أسانيد أبدا. إذن ما قصة هاروت وماروت؟ اليهود في المدينة كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذى شديدا، من سب وشتم، ما تركوا أحدا، حتى أنهم طعنوا في من؟ في جبريل وميكائيل، طعنوا في هذين الملكين، وكانوا يقولون أن هذين الملكين عدوان لنا. قال الله: من كان عدوا لجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، أي إن هذا كفر بالله جل وعلا، من كان عدوا لجبريل وميكائيل. المهم أن اليهود كانوا أعداء لجبريل وميكائيل، وكانوا يزعمون أن جبريل وميكائيل هما اللذان أنزل السحر في بابل، هما سبب فتنة الناس في بابل، وهما اللذين أنزل السحر في بابل. هذا واحد. اثنين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر سليمان عليه السلام بأنه نبي من الأنبياء، ومن الأخبار ذكرها ابن عباس أن سليمان كان عنده رجل كاتب اسمه آصف، هذا الكاتب لسليمان عليه السلام كان يكتب كل شيء عن سليمان، وسليمان سخر الله له الجن والإنس والوحش والطير والريح، شيء عظيم، ملك عظيم، ما أتي أحد مثل سليمان ملكا، فكان سليمان هذا الكاتب يكتب له كل شيء، وكان يكتب الاسم الأعظم الذي كان يعرفه سليمان، وبعض العلوم الشرعية والدينية كان يكتبها سليمان، وكان يدفنها تحت كرسي سليمان عليه السلام. فلما مات سليمان الشياطين ما كانت تستطيع أن تقترب من سليمان أبدا في حياته، فإذا اقتربت احترقت مباشرة. فلما مات سليمان وبعد زمن ظن الناس أن سليمان قد مات، كان متكئا على عصا، فلما أكلت دودة الأرض، دابة الأرض أكلت عصاه منسأته، سقط سليمان خر، تبينت الجن أن سليمان قد مات، ودخلوا قصره ودخلوا بيته يفتشون، ففتشوا حتى وجدوا تحت كرسيه تلك الكتب، فأخرجتها الجن والشياطين، أخرجت علم سليمان عليه السلام، العلم الديني، العلم الشرعي، فيها آيات الله، وفيها اسم الله الأعظم، وفيها كل ما تعلمه سليمان في هذه الكتب، أخرجتها الجن وجعلت بينها السحر والكفر، يعني بين الكلام الشرعي ودعاء الله وغيره أدخلت السحر والكفر ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، ثم دخلت الناس وأعلمت الجن والشياطين الناس أن هذه كتب سليمان، فقرأ الناس الكتب ووجدوا فيها السحر، ووجدوا فيها دعاء غير الله والكفر بالله والشعوذة والسحر وعمل الكهنة والعرافين والشياطين، فانتشر بين الناس أن سليمان كان يتعامل بالسحر، وسليمان سخر الجن وسخر الإنس وسخر الريح وسخر كل شيء بفعل السحر والشعوذة والكهانة والعرافح، وانتشر عند بني إسرائيل هذا. فلما جاء نبينا وأخبر الناس أن سليمان نبي، وهذه قصصه في القرآن، جاءت اليهود تقول: سليمان نبي؟ سليمان ساحر، سليمان كافر. تعالى الله عما يقولون، وتعالى أنبياءه عما يصفون، كانوا يصفون أنبياءه بالكفر والسحر، فكانوا يسبون سليمان ويسبون جبريل ويسبون ميكائيل، فأنزل الله عز وجل عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. ما هنا الصحيح أنها ليست موصولة، ما هنا نافية، أي ما أنزل على الملكين من سحر، ما أنزل على الملكين من كفر، ما أنزل على الملكين من شعوذة ولا كهانة ولا عرافة ولا غيره. أي ملكين؟ ليس هاروت وماروت. المقصود الآية فيها تقدير، الآية المقصود فيها من الملكين جبريل وميكائيل، اللذين كان اليهود يتهمانهما بالسحر والكفر، وهما من أشرف وأعظم ملائكة الرب عز وجل. إذن ما كفر سليمان وما أنزل على سليمان من سحر، وكذلك ما أنزل على أي ملكين من سحر ولا كفر، بل تعالى الله أن ينزل الملائكة بهذا. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والسحر كفر، كفر بالله العظيم، ليس منا من سحر أو سحر له. والساحر مستحيل أن يصل إلى درجة السحر إلا بعد أن يكفر بالله، ليس كفرا عاديا بل أقبح الكفر. من السحرة اليوم موجودين، من السحرة من يعني أجل الله المصحف، من يبول على المصحف، منهم من يطأه بقدمه، منهم من يضع النجاسات على المصحف، منهم من يسب الله جهارا نهارا، منهم من يذبح كل يوم لغير الله عز وجل، منهم من يظل 40 يوما بلا طهارة، لا يتطهر من جنابة ولا يتوضأ ولا يصلي لله ركعة، وإن صلى فإنما يتمثل وتتمثل له الشياطين فيسجد لها ويركع لها. فالسحرة كلهم بلا استثناء كفار خارجون من الدين، ولهذا أرسل عمر إلى الأمصار كلها رضي الله عن عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، كل من أتى السحر فقد كفر بالله العظيم. بل ليس فقط الساحر، حتى من يأتيه، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولكن الشياطين كفروا، ليش؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي ما أنزل الله على الملكين من سحر. ثم يخبر الله عز وجل أن هذا السحر الذي علمته الشياطين، وين كان هذا الأمر؟ ببابل. شوفوا تقدير الآية، وهذا كلام القرطبي وابن كثير وغيرهم من المفسرين المحققين، هذا هو تقدير الآية، أي الشياطين الذين كفروا علموا الناس السحر وين؟ ببابل. علموا الناس السحر، وأيضا هناك شخصان، واحد اسمه هاروت واحد اسمه ماروت، إما من الجن وإما من الإنس، هذا هو القول الصحيح والراجح، أن هاروت وماروت إما إنسيان أو جنيان، كان يعلمان الناس السحر، ولكن في نفس الوقت كان يحذران الناس، ترى هذا هو السحر، الناس تدفع أموال، الناس تريد تتعلم. وانتشر السحر في العراق في ذلك الزمن انتشارا كبيرا عظيما. ببابل هاروت وماروت، في قول انهما ملائكه لكن الصحيح انهما اما جنيان او انسيان. ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أعظم أهداف السحر والسحرة تهديم الأسر وتحطيمها، أعظم أهدافهم، لأن هذا أعظم أهداف الشياطين. قال لازلت به حتى زنى، لا لازلت به حتى شرب الخمر، لا حتى قال الشيطان لإبليس لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، قال أنت المقرب، أنت المعظم، أنت المكرم، لأنك هدمت أسرة فقطعت المجتمع. فأهداف السحرة والشياطين والكهنة والعرافين شنو؟
صدق يقبضون الأموال لكن في النهاية يريدون تفريق الأسر وهدمها. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد. كل سحرة الأرض، كل كهنة الأرض، كل الدجالين في الأرض لن يستطيعوا أن يضروا إنسانا واحدا إلا بأمر الله عز وجل، فإن الأمر كله لله إلا بإذن الله. ويتعلمون أي السحرة والكهنة وأتباعهم ما يضرهم ولا ينفعهم. هاروت وماروت كان ينشران السحر في العراق، وربطت اليهود السحر بسليمان عليه السلام، ولا زالوا إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهمون سليمان عليه السلام بأنه كان يأتي السحر وكان يفعل الكفر، فنفى الله عز وجل عنه هذه التهمة وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بعض الطلاسم اليوم تجدها مكتوب أن هذا خاتم سليمان وهذا سحر سليمان وهذا الطلسم كان في عهد سليمان، وهذا كله كذب وكله زور، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا هذه الآية إذا قرأت على بعض المسحورين أو بعض أماكن السحر أو بعض الطلاسم التي تأتيها الشياطين جنا وإنسا فإنها تبطل بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل يبين ويفضح الشياطين في هذه الآية أنهم هم أهل السحر وهم الذين أتوا السحر. فقصة هاروت وماروت ليست كما يزعمه كثير من الناس، وكوكب الزهرة أنها امرأة مسخت، هذا كله غير صحيح. رجلان أو جنيان كانا في العراق في بابل ينشران السحر بين الناس ويعلمان الناس السحر، وفتن الناس بهما وانتشر السحر منذ ذلك الزمن، والشياطين من الجن والإنس تنشره. هذه قصة هاروت وماروت التي ذكرت في سورة البقرة، فيها عبرة وعظة، وكل من أتى السحر فليتق الله عز وجل، فإن هذا الأمر يخرجه من دين الله بنص هذه الآية. هذه قصة وفيها عبرة، وأي عبرة. هذه قصة أخرى أيضا لبني إسرائيل وفيها عبر كثيرة عظيمة أفردت بالتفصيل في سورة البقرة. أيضا بنو إسرائيل كان عندهم أنبياء، وأنبياؤهم كلهم من الأسباط، أبناء يعقوب عليه السلام 12 سبطا، والأنبياء كلهم من سبط واحد، والملوك كلهم من سبط واحد أيضا، أي مرت الأيام والسنون حتى صارت الأنبياء من سبط والملوك من سبط آخر، الأنبياء من سبط لاوى والملوك من سبط يهوذا، ومرت السنون على هذا حتى أصيبت بنو إسرائيل بمقاتل عظيمة ومجازر، والتاريخ يشهد على هذا. بنو إسرائيل لضعفهم ولخورهم ولبعدهم عن الله عز وجل ونكوصهم بالعهود وعداوتهم للأنبياء أصيبوا بحروب دامية كثيرة جدا، وكم قتل من بني إسرائيل من قتل، حتى جاء سنة من السنوات قتل الأعداء منهم مقتلة عظيمة وأخذوا منهم بلادا كثيرة. كان عندهم التوراة وعندهم شيء اسمه التابوت، سمعتم بالتابوت؟ كانت توضع فيها بعض آثار موسى عليه السلام، عصاه، ثوبه، بعض آثار هارون عليه السلام، والألواح التي كانت عند موسى، بعض الألواح من التوراة كانوا يحتفظون فيها في تابوت أو صندوق، وهذا الصندوق فيه من العلم ومن التوراة ومن غيرها ومن آثار موسى، كانوا يأخذون هذا التابوت في الحروب فكانوا يطمئنون لأن فيه علم يقرؤونه ويتدارسونه، والله عز وجل حفظ هذا الصندوق أجيالا كثيرة حتى جاء حرب من الحروب فسلب التابوت منهم، فحل الخور فيهم وأصيبوا بمقاتل عظيمة، سلب التابوت منهم وجاءهم مقاتل حتى لم يبق من نسل الأنبياء أحد، ما في أحد بقي من عود وصلب هؤلاء الأنبياء إلا رجل تزوج امرأة فحملت هذه المرأة فقتل الرجل. يعني هم الآن إما أن يطلع هذا الطفل ولد ذكر، أو أن الأنبياء انقطعت من بني إسرائيل فحبسوا هذه المرأة، خافوا عليها، خافوا أن لا تلد أول شيء أو يسقط الجنين، ينقطع النسل خلاص ينتهون بني إسرائيل، فخافوا أن ينقطع النسل فحبسوا المرأة وأطعموها وحافظوا عليها
حتى ترد لهم ولدا يكون نبي، لأن ما في غير هذه المرأة. فحبسوا المرأة، وكانت المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما ذكرا، وفعلا ولد لها غلام سمته شمويل. هذا شمويل صار نبيا من أنبياء الله، وذكر هذا الاسم منه كثير. شمويل هذا صار النبي المنتظر اللي ما يعني جاء في فترة انقطاع، لو لم يبقى هو خلاص انقطع النسل. فأخذوا يحتفظون بهذا النبي ويراعونه ويقدرونه حتى كبر هذا النبي، نبي الله شمويل. فإذا ببني إسرائيل يأتيهم شيء من انتفاضة الإيمان والعقيدة، صحوة، شيء من الصحوة في بني إسرائيل. طبعا غريبة على بني إسرائيل، تجيهم الصحوة مرة، كل مئات السنين تجيهم مرة صحوة من الصحوات، لأنهم في ذل وقتلوا فيهم من قتلوا وسلبت بلادهم وضاعت أموالهم، جاءتهم صحوة وانتفضت العقيدة عندهم. فجاءوا للنبي، ايش قالوا له؟ جاءه الملأ كبار الناس، قالوا لهذا النبي ابعث لنا ملك، حط بيننا ملك علشان نقاتل معه في سبيل الله. مو أي قتال، في سبيل الله. يعني هؤلاء فيهم إيمان، فيهم دين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني نبي ملك، نبي سير الجيوش، نبي الجهاد. مو أي جهاد، نريد جهادا في سبيل الله. ترى هذه قمة الإيمان، أن الإنسان يطلب الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الدين والإيمان والإسلام، أن يجاهد الإنسان وفي أي هدف في سبيل الله. إنها حياة الإيمان، إنها قمة التوحيد، أن يطلب الإنسان ملكا وقائدا يقوده للجهاد في سبيل الله. إيش عقبه بعد ما ضاع الملك ونهبت المقدسات؟ لكن الحمد لله على الأقل طلع منهم هذا. فقال لهم نبيهم، قال لهم لكن مو الله عز وجل يجيب لكم الملك ويأتيكم بهذا القائد بعدين ما تؤمنون ولا تجاهدون ولا تقاتلون. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. شلون ما نقاتل؟ حنا المقتولين، حنا المقهورين، حنا المندحرين، حنا الذين أخذت أموالنا ودماؤنا وبلادنا ومقدساتنا نهبت، حنا من قاتل؟ لا، شوف شلون، بس ارسل لنا القائد وشوف شلون راح نقاتل. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن لما كتب عليهم القتال شنو صار؟ تولوا، كل كلام فاضي. أغلبهم كانوا كاذبين، أغلبهم كانوا يتعذرون أن ما في قائد، ما في ملك، لكن كذب. مثل ما أكثر الناس اليوم يقولون لو فتح باب الجهاد لجاهدنا، لكن هل صحيح لو يفتح باب الجهاد كلهم سيجاهدون؟ يتبين الصادق من الكاذب. فلما كتب عليهم القتال تولوا، هربوا، أدبروا، إلا قليلا منهم. أهل الصدق موجودين، لكنهم دائما هم القلة. أهل الجهاد، أهل اليقين، أهل التوحيد الخالص موجودين، لكنهم دائما في كل المجتمعات والعصور هم القلة، إلا قليلا منهم. والله عليم بالظالمين. الظالم الذي يقول قتال 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 بعدين يهرب ويولي. قالوا له وين هذا الملك؟ قالوا خلاص الله راح يبعث لكم ملك. قالوا له شنو قصة هذا الملك ومن وين هذا الملك؟ قال لهم هذا الملك هو طالوت. من؟ طالوت. تعرفون من طالوت؟ طالوت رجل كان فقيرا مغمورا بين الناس. هذا الرجل ما كان عنده أموال، مغني،
وما كان لم يكن أيضا من ذرية يهوذا ذرية الملوك، أيضا ليس من ذرية الملوك ولا من أصلع أصحاب الأموال والأغنياء والثراء، إنسان عادي يقول كان يشتغل دباغا يصنع الجلود ويبيعها، إنسان فقير، إنسان على قد حاله، لكن رجل تقي ورجل مؤمن ورجل عنده علم الدين والشريعة، رجل صاحب تقوى وأيضا جسمه قوي. إحنا نريد في الجهاد رجلا قوي البنية قوي الدين والإيمان والعلم، شيئين يشترطان في الرجل القائد، رجل خبير عالم فاهم صاحب دين وإيمان، وأيضا جسده يهيئه للجهاد وللقتال. وقال لهم نبيهم، قال لهم ترى هذا النبي إذا جاكم راح يكون عنده آية وعلامة، لكن إذا رضيتم به. أول ما أرسل إليهم وجاءهم طالوت اعترض بنو إسرائيل، متعودين كل ما يجيهم شيء يعترضون. وقال لهم نبيهم، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أول اعتراض، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، يعني مو من ذرية يهوذا، هذا من ذرية بنيامين أخو يوسف عليه السلام، ما يصير الملوك مو من هذه الذرية، شنو على كيفكم أنتوا اللي تحددون، هذا رب العزة الله هو الذي اختار ويصطفي مو أنتوا. لكن بني إسرائيل مشكلة والله، يعني رحم الله موسى كم تعب مع بني إسرائيل، ورضي الله عليهم الصلاة والسلام كل أنبياء بني إسرائيل كيف صبروا على هذه الأمة. أول شيء قالوا إحنا أحق بالملك منه، العذر الثاني شنو؟ ولم يؤت سعة من المال، لا من ذرية يهوذا واحد وما عنده أموال، علاقة الأموال بالقيادة، قد يقود الإنسان وفقير لكن أفضل قائد قد يكون، لكن بنو إسرائيل يبون فقط العذر حتى يتخلصوا من الجهاد. فرد عليهم النبي وقال لهم إن الله اصطفاه عليكم، الله هو الذي اختاره وهو أفضل منكم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، علم شرعي ودين وجسم قوي، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال لهم تريدون آية ودليل وعلامة أن الله هو الذي اختار هذا الملك؟ قالوا إيه، ما نصدق أن هذا الملك هو الذي اختاره الله إلا بدليل، إلا بآية، إلا بعلامة. قال لهم شوفوا العلامة، العلامة أن التابوت الصندوق الذي سلب منكم وأخذته الأعداء وصرتوا في المهانة اللي أنتم فيها الآن، الله راح يرجع لكم. إيش رأيكم التابوت اللي فيه السكينة وفيه البقية من آثار موسى وآثار هارون، راح تنزل الملائكة إذا رضيتم بهذا الملك. قالوا خلاص رضينا بهذا الشرط. فلما قبلوا بهذا الملك طالوت، فإذا بالملائكة تنزل من السماء التابوت، نزل الصندوق من السماء، الله أكبر، فيه بقية التوراة والألواح وشيء من آثار موسى وهارون. وقال لهم نبيهم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما رأوا الآية الباهرة والمعجزة العظيمة التي أخبرهم بها النبي وكرامة هذا الملك، رضوا بهذا الملك بطالوت، مع أنهم كانوا في البداية غير مقتنعين. سار الجيش وتنظم للقتال في سبيل الله، كم عدد هذا الجيش؟ سار معه 80,000 رجل، 80,000 من الجنود مع السلاح والعتاد، كلهم يريدون القتال في سبيل الله.
من قائدهم؟ إنه طالوت، ذلك الملك العظيم المظفر، ذلك الرجل المؤمن التقي صاحب العلم والجسم. خرج أمامهم وفي الجيش فتى صغير. من هذا الفتى؟ فتى اسمه داود. إلى الآن ما علم الناس أن هذا الفتى سيكون له شأن كبير. ماذا سيكون هذا الفتى؟ سيكون هو النبي المرتقب داود عليه السلام، الذي سيكون ابنه سليمان، الذي سيبني أعظم مملكة في بني إسرائيل على مر التاريخ، أعظم ممالكهم وأعظم قوتهم في ذلك الزمان. الآن مرحلة الضعف وداود توه فتى صغير، وهذا وقت القهر والضعف والذل والهوان، وما يدرون بعد سنوات راح يكون مرحلة العز والعظمة لبني إسرائيل. الآن هم ما يدرون، الجيش يسير، من فيه؟ فيه داود وثمانين ألف مقاتل. من قائدهم؟ طالوت. وفي الطريق وهم ذاهبون إلى الأعداء، في الطريق وصلوا إلى نهر، فناداهم طالوت، قال: أيها الناس، أيها الناس، قبل أن نصل إلى هذا النهر والناس عطاشا كلهم يريدون الوصول إليه للشرب منه، قال: إن الله أنزل علي اختبارا لكم. هناك اختبار لهذا الجيش. شنو هذا الاختبار؟ قال: لن تشربوا من هذا النهر، والجيش كله عطش، يريدون فقط الوصول إلى النهر ليشربوا من شدة العطش. قال: إن الله حرمكم من الشرب منه. ماذا؟ نعم، هذا اختبار من الله عز وجل، ضد حاجة الإنسان هواه وشهوته، إلا شيء واحد، إلا من اغترف غرفة بيده، يأخذ واحد فقط شيئا من ماء بيده فيشرب غرفة واحدة، مرة واحدة بيده بس. هم يدرون أنه من فعل هذه الفعلة استجابة لله وشرب بغرفة واحدة بيده أرواه الرب، لكنهم ما علموا أن هذا اختبار فقط من الله عز وجل. قال لهم هذا والاختبار، قالوا: ليش الاختبار؟ قال: اختبار، مو شرط نعرف الهدف، مو شرط نعرف الغاية من هذا السؤال، من هذا الطلب. احنا احيانا نسوي عبادات، احيانا نفهم المقصود واحيانا ما نفهم المقصود، لكن كلها نستجيب فيها لله عز وجل. الله اراد ان يعرف من الصادق المؤمن التقي اللي يكمل معنا في الجهاد، ومن صاحب الشهوة، صاحب الهوى اللي ما يستجيب لله، هذا ما نبي في القتال، هذا يقعد بيت امه احسن له، هذا خلى من الحين ينسحب احسن له، اللي مو قادر يصبر على عطش هذا ما نحتاجه في الجهاد. قال: ان الله مبتليكم بنهر. شوف الآن الآية كيف تقص هذا الأمر من طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود 80,000 قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، خلاص راح يرجع وما راح يكون معانا في الجيش، ومن لم يطعمه فإنه مني، اللي ما يشرب يكمل معاي، إلا من اغترف غرفة بيده. تعرفون كم صبر وكم سقط في الاختبار؟ 80,000، اللي صبروا فقط 4,000، 76,000 تركوا أمر الله وشربوا من النهر على راحتهم، ما فيهم خير كلهم، خلهم يتراجعون الحين ولا يدخلون معانا في القتال وبعدين يورطون. هذيل لن يصبروا على القتال ولا على عدو، هذيل ما فيهم من الإيمان ما يجعلهم يصبرون في الجهاد، خلهم. 76,000 كلهم سقطوا في الاختبار. فشربوا منه إلا قليلا منهم، قال بعض المفسرين 4,000، وقال بعضهم 310 بس، قليل جدا بالنسبة لهذا الجيش الجرار. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، القلة القليلة المؤمنة خرجت الآن مع طالوت، الاختبار الأول سقط الأكثرون، مشى الآن مع طالوت وتوجهوا نحو الأعداء. من الأعداء الآن؟ أعظم جيش في ذلك الزمان بقيادة من؟ رجل اسمه جالوت. جالوت هذا رجل ضخم، رجل قوي، رجل بطل في المعركة، مجرم كافر طاغوت، وحوله جيوش كثر لا يعلم عددها ولا عددها إلا الرب عز وجل.
فإذا بالجيش الذي سيقابلهم كان 80,000، الحين بقي 4,300 وشوي، يعني ما في مقارنة. لو كانوا قبل المعركة حسبوا الحساب كان ما راحوا أصلا، لكن الآن تواجه الصفان وتراءت الفئتان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قال الأكثرون قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت، ما راح نقدر. شوف الخور، شوف الضعف، شوفوا لا زالوا، يعني حتى الفئة التي صبرت فيها ضعف، لا زالت فيها خور. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن القلة القليلة الصامدة المؤمنة قيل هي عددها 314 أو 314 مثل عدد الصحابة في معركة بدر، بس من 80,000 300 وشوي. ايش قالوا هذه الأهل الإيمان؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أهل الإيمان طالوت والقلة القليلة وفيهم داود عليه السلام، ماذا قالوا؟ كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كأن عندهم يقين أن كثيرون في الأرض كانوا قلة وواجهوا أمم كثيرة وانتصروا بإذن الله. لما؟ لأنهم مؤمنين بالله عز وجل. كم يعني كثيرون هم في الأرض؟ ليش؟ عندهم صبر بالله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، جعلوا الأمر مع الله والله مع الصابرين. لكن ترى هذا كلام والحقيقة شيء ثاني. حقيقة أن أمامكم جيوش، حقيقة أن أمامكم عشرات الألوف مدججين بالسلاح، وأنتم كم؟ 300 واحد، وبعضكم صغار فتية، وسلاحكم ما يقارن بسلاحهم، يعني ايش راح تسوون؟ لكن الإيمان ينتصر، الفئة القليلة المؤمنة تغلب بإذن الله. وكم من صابر ثابت محتسب ولو كان ضعيفا ينصره الرب عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أول ما بدأت المعركة رفعوا أيديهم إلى الله، لأن بداية المعركة يستجيب الله للناس. كل المعارك أهل الإيمان مع الكفر، إذا بدأت المعركة والتحم الصفان فتحت أبواب الدعوة، الله عز وجل يستجيب للمن دعاه. دعوا بثلاثة أمور: أولا الصبر، اثنين أن يثبت الله أقدامهم، الثالثة أن ينصرهم الرب عز وجل على العدو. ولما برزوا لجالوت، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قبل ما تبدأ المعركة خرج جالوت، هو كبيرهم، هو عظيمهم، فقال لمعشر أهل الإيمان بقيادة طالوت، قال من يبارزني؟ عادة الناس في الحروب والمعارك قديما وحتى أحيانا حديثا يبدأون المعارك بمبارزة، بمعركة خاطفة، يشوفون لأن هذه حرب معنوية ونفسية من انتصر فيها. فنادى جالوت من يبارزون؟ من يبارز هذا الرجل العظيم الجسم الضخم البنية قائد الجيش، من يبارزه؟ فقال طالوت الملك المؤمن، قال لجيشه القليل العدد، قال من يبارزه وأزوجه ابنتي وأشاطره ملكي؟ الملك الذي حصلت عليه الآن، أنا الملك، أجعل نصف ملكي له وابنتي له. فخرج فتى هو أصغرهم سنا اسمه داود، لم يعرف الناس أنه سيكون نبيا. خرج هذا الفتى الذي تمرس على وسيلة من وسائل الحرب في ذلك الزمان، ما هي؟ المقلاع. سمعتم بالمقلاع؟ لا زال أهل هذه البلاد، أهل فلسطين، يستخدمونها في المعارك. المقلاع، كان داود خبيرا بها. فإذا به يخرج الفتى أمام جالوت، فضحك جالوت، قال له يا غلام ما الذي أخرجك؟ قال لمبارزتك. قال لا، إني لا أحب قتلك، أنا ما بيقتلك. فقال داود لكني أحب قتلك، إذا أنت ما تحب تقتلني أنا أحب أقتلك.
فقال يا غلام ارجع وليأتي رجل آخر. قال بل أنا سأبارزك. فنظر الناس عارفين من سيغلب، لكن شجاعة الفتى وقوة إيمانه وثباته وجلده تبارز مع جالوت، وما هي إلا لحظات، فيأخذ الحجر ويأخذ المقلاع فيرميه من بعيد فيصيبه على جبهته فيخر على الأرض صريعا، وقتل جالوت. فلما قتل جالوت كبر أهل الإيمان، وانهزم جيش الكفر معنويا، وتقدم جيش الإيمان وهزموهم بإذن الله عز وجل. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. بعدها صار داود مقربا عند بني إسرائيل، وأحبه كل بني إسرائيل، عرفوا بقصته وبخبره، كان سببا لنصرهم، فأعطاه الله الملك العظيم، وسخر له حتى الحديد يلين بيده، وصار ملكا عظيما. ثم أعطاه الله الحكمة أي النبوة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لو أهل الكفر علوا في الأرض وبطشوا فيها ولم يقم لهم أهل الإيمان، ولو كانوا قلة يصدونهم ويمنعونهم، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا هذا يقاتل هذا وهذا يمنع هذا، وأهل الإيمان يقومون لله عز وجل بالقتال في سبيل الله، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قصة حدثت لبني إسرائيل، يبين الرب عز وجل فيها أن القلة إن كانت مؤمنة فإنها منتصرة بإذن الله عز وجل في القتال. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أن قادة أهل الإيمان والدعاة إلى الله عز وجل يجب أن يربوا أتباعهم على اتباع شريعة الله وعلى غرس الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء على مر الزمن هم المنتصرون وهم الغالبون، والعاقبة للمتقين. قصة فيها عبر، وأي عبر. هذه قصة أيضا ذكرها الرب عز وجل في سورة البقرة لرجل اسمه عزير، واختلف الناس هل هو نبي أو هو عبد صالح حكيم، كما ذكر عن ابن عباس ومجاهد والحسن ومقاتل والضحاك. هذا الرجل العبد الصالح كان يعيش في بيت المقدس، وبيت المقدس صار فيها قتال كثير وحروب، آخرها في ذلك الزمن ما فعله فيها بخت نصر من خراب ودمار، قتل أهلها وشردهم وسفك الدماء وسبى من سبى ودمر البلاد كلها. وكان يعيش بينهم رجل اسمه عزير، عبد صالح. في يوم من الأيام لما طلع الصباح ذهب إلى بعض ضياعه ومزارعه يتعاهدها، ذهب فوجدها قد دمرت، قد دمرت البلاد كلها، وكان قد ركب الحمار وارتفعت الشمس وأتى الحر، وعنده سلة وضع فيها عنبا وتينا، وعنده كسرات من الخبز اليابس، فذهب ودخل إلى مكان واستلقى على الأرض، استلقى على قفاح ووضع العنب وعصره في إناء، ثم وضع الخبز في عصير العنب حتى يلين قليلا فيأكله، تين عنب معصور خبز يابس وضع في ذلك العصير، وحماره قد ربطه عنده، ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنظر إلى سقف تلك البيوت، أخذ ينظر إلى هذه البيوت وإلى هذه القرية وإلى بيت المقدس الذي دمر كله، لم يبق فيه شيء، فإذا به يقول
أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ وين ترجع هذه الأرض مرة ثانية؟ الناس منهم من قتل الكثيرون، البيوت دمرت، الزروع حرقت، أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ لم يشك في قدرة الله أبدا، ولكنه كان مستغرب ومتعجب، هل هذا الأمر سيكون أو لن يكون؟ فما إن قال هذه الكلمة إلا وقبض الله عز وجل روحه. كان أول النهار الشمس ارتفعت، بدأ الحر، قبض الله عز وجل روحه، صار كالنائم. متى أرجع الله عز وجل له روحه؟ بعد 100 سنة، لكن آخر النهار. قبض الروح أول النهار وأرجعت الروح بعد 100 سنة، لكن آخر النهار بعد العصر. فإذا به يفتح عينيه، ظن أنه قد نام واستيقظ. هذا الظن عند عزير، ظن أنه نام أول النهار واستيقظ آخر النهار، فأرسل الله عز وجل له ملكا على صورة ملك، صورة رجل، الله أعلم، يسأله: يا عزير، كم نمت؟ كم لبثت؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام. 3 أجيال والرجل ميت، جيل بعد جيل بعد جيل، 100 سنة والرجل ميت في مكانه، ثم يبعثه الرب عز وجل. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ الملك يسأله: كم لبثت يا عزير؟ قال: أنا من أول النهار إلى الآن يوم واحد، لا حتى أقل من يوم، ما كملت يوم في نومي. ما يدري عزير أنه نايم، بل هو ميت في الحقيقة، 100 سنة. فإذا به يقال له: قال بل لبثت 100 عام. بعد أن قال يوم أو بعض يوم، رد عليه الملك قال: أنت لابث هني 100 سنة. طبعا مستحيل واحد يصدق، واحد ينام أول النهار يستيقظ آخر النهار ويقولون له: ترى أنت كنت غايب 100 سنة. طبعا استحالة واحد يقتنع، إلا إذا كان في دلائل. أول شيء، أول معجزة، انظر للطعام، شفت التين؟ شفت العنب؟ العصير اللي عصرته؟ شفت الخبز الذي وضعته؟ طبعا هذا يفترض 2 3 أيام يتخمر، خلاص يفسد بعد أسبوع شهر، يفسد الأكل. 100 سنة نظر إلى التين كما هو، والعنب العصير كما هو، والخبز كما هو، لم يتغير منه شيء. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، ما تغير منه شيء. لكن انظر إلى الحمار، حمار المربوط عندك، ما الذي بقي فيه؟ عظام باليح. هذا الذي بقي في الحمار عظام باليح. نظر إليها عزير، شك، الطعام ما تغير، وين الحمار الذي ركبت عليه قبل ساعات؟ توني قبل ما أنام ربطته، وين راح؟ لم يجد إلا العظام. قال الملك: انظر إلى العظام، ما الذي سيفعله الله عز وجل فيها؟ إذا بالعظام تتكون، فلما تكونت العظام نشزها الرب وجمعها، ألف بينها، العظم هذا على هذا، والعظم هذا على هذا، والعظم هذا على هذا. تخيلوا هيكل كامل لحمار يتكون مرة واحدة أمام عيني عزير. فإذا به ينظر إلى الحمار، العظام تنشز وتتجمع، فلما تجمعت العظام بدأت الآن العروق، بدأت الآن الأوردة، بدأت الآن الشرايين، بدأ الآن اللحم يتكون شيئا فشيئا، بدأ اللحم يتكون يتكون يتكون، كسى العظام كلها اللحم، ثم لما انتهت اللحم لحم الحمار، ثم غطي بالجلد بالشعر، تكون الحمار كله، يراه كل هذا، يراه من؟ عزير أمام عينيه. كيف يخلق الحمار أمام عينيه؟ فلما خلق الحمار نفخ فيه الروح فقام مرة واحدة، فلما قام نهق من فوره، ظن الحمار أن الساعة قد قامت فنهق، فزع الآن عزير، هذا صحيح؟ مو صحيح؟
صج أنا كنت نايم هني 100 سنة؟ فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما رأى الآية البينة أمام عينيه، علشان لا يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، انظر كيف أحياك الرب، انظر كيف أحيا الله الحمار، وراح تشوف القرية شلون أحياها الرب عز وجل. هو ما شك بقدرة الله ولكن تعجب، فأراد الله أن يزيل العجب من قلبه. أنت الله يموتك 100 سنة ثم يحييك، وهذا الحمار أمام عينيك يحيا. أما القرية خرج الآن، ركب الحمار وطلع يبي يشوف، لا زال مذهولا الرجل. ذهب إلى بيته، في الطريق شاف القرية كلها تغيرت، أين البنيان المهدوم المخرب؟ كل الآن تعدل، قرية كاملة تغيرت، ليست الشوارع التي أعرفها ولا الطرقات ولا حتى الناس ولا البيوت. اتجه باتجاه بيته، فإذا به يصل إلى مكان أشبه ببيته، فرأى امرأة عجوزا عمياء عمرها 120 سنة. رأى ملامحها، شبهها بامرأة قبل قليل قبل ما ينام كان شايفها، أمة كانت عندهم، كان عمرها لما نام لما مات كان عمرها 20 سنة، الآن عمرها 120 سنة. عمي بصرها وعجزت وشلت على الأرض، ما تستطيع الحراك ولا البصر، جالسة عند بيتهم. سلم عليها عزير فقال لها يا فلانة ما اسمك؟ قالت فلانة، تأكد أنها الأمة التي كانت عندهم. فسألها عزير، قال أهذا منزل عزير؟ قالت نعم هذا منزل عزير. فبكت. قال ما الذي يبكيك؟ قالت ما رأيت أحدا من سنوات طويلة يذكر عزيرا، قد نسيه الناس، افتقده الناس منذ 100 سنة، وظنوا أنه قد مات، ظنوا أنه قد أسر، ظنوا أنه قد قتل، ما حد يذكره الآن. أخذت تبكي المرأة. فقال لها عزير، قال يا فلانة أنا عزير. فضحكت المرأة، قالت عزير مات 100 سنة لم نسمع له ذكر وأنت تقول أنا عزير. قال فإني أنا عزير. قالت له إذا كنت عزيرا فإن عزير رجل مستجاب الدعوة، رجل صالح إذا دعا ربه استجاب الله له، فادعوا الله لي أن يرد علي بصري وأرى أنت عزير أو لست بعزير. فمسح على بصرها ودعا الله عز وجل، فرجع الله عز وجل البصر إليها، نظرت فإذا هو الرجل الذي تذكره، كأنما نشطت من عقال، فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عزير، وأخذت تبكي المرأة وخرجت معه إلى الناس. فجاءت إلى بني إسرائيل في أنديتهم ومجالسهم، وابن عزير كان موجودا. ابن عزير عمره 118 سنة، كان عمره 18 سنة قبل أن يموت عزير، كان جالسا بين الناس والناس في المجالس، وشيوخ بنو إسرائيل موجودون. فجاءتهم المرأة فقالت أيها الناس هذا عزير قد رجع إليكم، فكذبوها، فإذا بها تقول قد رد علي بصري، دعا الله فرد علي بصري، إنه عزير. وأخذ الناس يتفحصونه ويتأكدون، فنظروا إليه فقال ابنه إن كنت عزيرا فإن لأبي شامة سوداء بين كتفيه، فكشف عن كتفيه فإذا الشامة موجودة. فتأكد الابن أنه أبوه فعانقه وبكى الناس وهم ينظرون إليه، وكانت التوراة قد ضاعت، قد درست، ضاعت من بينهم، لكن عزير كان يحفظها. فقالوا له اقرأ علينا التوراة، فانطلق بهم، قال أنا دفنت التوراة في مكان، فأخرجها لكن أكثرها ضاع، أكثرها قد محي مع الزمن، أكلتها الأرض، أكلت الألواح والجلود. فقذف الله عز وجل في قلبه التوراة كلها، فأخذ يقرأها والناس يكتبون، وجدد لهم التوراة. فلما تأكد الناس ما حصل لهذا الرجل، قالت بنو إسرائيل
عزير ليس إنسانا عاديا. قال أنا والله إنسان، أنا عبد لله عز وجل. قالوا لا، أنت ابن الله، تعالى الله عما يقولون. وقالت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله. شوف الكفر عند بني إسرائيل والكفر عند اليهود، إذا جاءهم رجل بأمر فيه خير كفروا بالله عز وجل، أو يكفرون بهذا النبي وهذا الرجل الصالح، نسبوا لهذا الرجل الصالح أنه ابن لله عز وجل. تعالى الله، لم يلد ولم يولد. أراد الرب عز وجل بهذه القصة أن يبين للناس جميعا لا شيء يعجز الله جل وعلا، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يميت الرجل 100 عام ثم يبعثه، قرية دمرت يحييها الرب عز وجل، أرض قاحلة يحييها الرب عز وجل، كل شيء لا يعجز الله عز وجل أبدا. قال الرجل في البداية أن يحيي هذه الله بعد موتها، وقال في النهاية أعلم أن الله على كل شيء قدير، ونحن كذلك نشهد ونعلم أن الله على كل شيء قدير. عبرة، وأي عبر بهذه القصص؟ قال الله في القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه القصة وغيرها من قصص القرآن. معنا أيها الإخوة والأخوات أيضا قصة من قصص القرآن العظيم، هذا الكتاب المبين الذي أنزله الرب عز وجل رحمة للعالمين، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه القصص جزء من القرآن، من فهمها وفهم العبرة منها والحكمة منها وهو يقرأ القرآن يتدبر. ليش حنا أحيانا نسمع القارئ يقرأ، أو نصلي خلف الإمام يقرأ القرآن، أو نختمه بأنفسنا، نفتح المصحف فنختم القرآن، أحيانا نحس أننا لم نتأثر ولم نتدبر، لأن هذه القصص وهي جزء كبير من القرآن نمر عليها مرور الكرام، ما نقف عند القصة وقفات، ما نعتبر، كأن القلوب عليها أقفال، كأن هذا القرآن أنزل على غيرنا، كأن اللغة ليست بعربية، كأننا نقرأ جريدة أو نسمع كلام ناس. هذا كلام رب العزة، لو أنزل على الجبل لتصدع الجبل ولخشع الجبل، ما بال قلوبنا لا تتأثر. أول إنسان خلقه الرب من؟ آدم، له ذرية وله أبناء، من ذريته ولدان، قابيل وهابيل. اسمعوا قصة قابيل وهابيل كما ذكرت في القرآن، والله عز وجل يقول لنبينا قص على الناس قصتهما وأخبر الناس الخبر لأن فيه العبر. قصة قابيل وهابيل، كيف كان الناس يتزوجون في زمن آدم عليه السلام؟ أول إنسان، يعني ما عندهم أبناء آدم، ما عندهم أبناء عم، ما عندهم أبناء خال، ما عندهم، هو وحواء زوجته وكل أولادهما إخوان، فأي تشريع سينزل عندهم؟ كانت حواء تلد في البطن الواحد ذكر وأنثى، الحمل الواحد يطلع ولد وبنت، الحمل الثاني يطلع ولد وبنت أيضا، الولد من الحمل الأول يتزوج البنت من الحمل الثاني، والولد من الحمل الثاني يتزوج البنت من الحمل الأول، ما تكون معه في نفس الحمل. وهكذا هذا تشريع من الله عز وجل، مرت السنون على هذا الأمر، إلى أن جاء يوم من الأيام ولدت زوجة آدم ولدا سمي هابيل، معه أخت، ثم في الحمل الثاني ولد سمي قابيل مع أخت، التي ولدت مع قابيل كانت أجمل من الأخرى وربما أفضل من الأخرى، لكنها من نصيب من؟ من نصيب هابيل، لأنها في البطن الثاني فهي من نصيب هابيل، وقابيل يجب أن يتزوج الأخرى، لكن قابيل ما رضي بقسمة الله عز وجل له، حسد أخاه من؟ أخاه هابيل، فأراد أن يتزوج بأخته التي من نفس البطن، فذهب إلى آدم عليه السلام، فلم يوافق آدم على طلب قابيل، لكنه أراد أن يهون الأمر عليهما، قال لهما قربا لله عز وجل قربانا، كل واحد يقرب قربانا، والقربان الذي يقبل كلامه يقبل، يتزوج بمن يشاء، كل واحد فيكم يقرب لله، وإذا قبل الله عز وجل قربان أي واحد فيكم هو يختار من يتزوج. قال لا بأس،
فذهب قابيل وهابيل، وكان من طبيعتهم في ذلك الزمان إذا أراد أحد أن يقرب لله قربانا يضع القربان على رأس جبل على أي مكان، فتأتي نار من السماء فتحرقها، تأتي النار وتحرق هذا القربان، هذا دليل على أن الله عز وجل قبل هذا القربان. هكذا كانت طريقتهم، ما يستفيدوا من القربان، مو مثلنا الحمد لله الواحد إذا يقرب لله يأكل من الذبيحة، يعني هذه نعمة، هم نقرب لله هم نأكل منها، هذه أعظم نعمة من الله عز وجل. في السابق لا، في السابق القربان ما تجيس منه شيء ولا تأكل منه شيء ولا تستفيد منه بشيء، يحترق، هذا دليل أن الله عز وجل قبل القربان. قابيل وهابيل، أما قابيل كان صاحب زرع، رجل مزارع، فشب يقرب لله عز وجل ما عنده إلا الزرع، فاختار طعام من مزروعاته، لكن اختار أردى أنواع الطعام، قال إذا احترق خلي احترق، فهو رديء ما اهتم فيه ما يؤكل أصلا، لكنه يقرب لله شيئا رديئا، إن دل فإنما يدل على ضعف الإيمان وقلة التقوى. يعني الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، القضية تقوى، لكن قابيل للأسف ما قرب الطعام الحسن ولا على الأقل وسط، قرب أرض أنواع الطعام ووضعه على الجبل. أما هابيل كان راعيا ما كان مزارعا، كان يرعى الغنم، يرعى وصاحب ماشية، فاختار أسمن كبش من غنمه، أسمن واحد وأحسن شيء اختاره ليقربه لله عز وجل. فرق بين الإنسان اللي يختار أردأ شيء يقربه لله والإنسان الذي يختار أفضل شيء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أقل شيء يقرب الإنسان الوسط، ما يقرب الفضلة، قرب الرديء لله ويدع الحسن له. وقربت ودعا الاثنان ربهما عز وجل أن يتقبل منهما القربان، فإذا النار تنزل من السماء وتقبل الكبش ولا تقبل الطعام، احترق الكبش وقبل عند الله، أما الطعام لم يقبل. فإذا بقابيل يغضب، ونزل الاثنان من الجبل وظهر الحسد والبغي في قابيل، ذلك الحسد الذي كان يكتمه في قلبه، وانتشر الغضب على وجهه، فقال لأخيه هابيل لأقتلنك، والله لأقتلنك حتى لا تنكح أختي. فرد هابيل عليه وقال إنما يتقبل الله من المتقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. مرت الأيام، مرت الشهور، الآن قابيل يتحين الفرصة. والغريب يقول عبد الله بن عمرو، يقول وأيم الله إن كان المقتول، يعني قابيل، يعني هابيل المقتول أقوى جسما وأشد بنية من قابيل، يعني هذا الرجل الصالح الأتقى ترى أقوى من قابيل، لكن الإيمان والتقوى منعه أن يتجرع على أخيه، ما حسده ولا بغى عليه. مرت الأيام وهابيل يترصد، هابيل يترصد يبي يشوف متى يتأخر أو يبعد قابيل في الرعي. وفي يوم من الأيام آدم يطلب قابيل، يقول له اذهب فانظر لما تأخر أخوك، أخوك تأخر أبطأ في الرعي، ذهب ولم يرجع في الوقت المعتاد. قال قابيل هذه فرصتي الآن، فذهب يبحث عن أخيه. قيل أنه وجده نائما على الأرض فجاء بصخرة، طبعا الآن قابيل عمره ما شاف واحد يقتل الثاني، ما صارت في الأرض ولا جريمة قتل أبدا، الآن ما في إنسان يتكلم، يعني آدم موجود وعياله موجودين لكن قضية قتل ما صارت في الأرض أبدا، وما يعرف شلون يقتل، لكن يمكن شاف حيوانات يقتل بعضها بعضا، يمكن حيوانات تفترس بعضها بعضا، يمكن، لكن إنسان يقتل إنسان ما شاف، وشاف أخوه الآن نائم، فأخذ صخرة كبيرة فإذا به يرميها على رأس أخيه فيفضخ رأسه،
ومات أخوه، وقيل خنقه، وقيل أخذ يخنقه ويعضه كالحيوانات، لأنه هذا الذي رآه، الله أعلم كيف قتله، لكنه قتله. وكان أخوه يقول ويسمع تهديده من زمان، راح أقتلك راح أقتلك. وكان أخوه دائما يقول له ترى إذا تبي تقتلني أنا ما أفكر أقتلك، لأني أنا أخاف الله رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أراد أن يعظه، أراد أن يذكره، أراد أن يخوفه طالما كان يهدده، لكن هابيل كان يخاف الله رب العالمين، كان عنده تقوى، عنده رادع من الله عز وجل. ثم كان يذكره دوما، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. أراد أن يخوفه بالنار، أول شيء خاف من رب العالمين، يذكره بالله، ثم يذكره بجهنم، تبي تقتلني؟ ترى في نار جهنم، ترى في عذاب بين يدي رب العزة، ترى في حساب، القضية مو دنيا وبس. لكن هل نفعه هذا الوعظ؟ وهل خاف من رب العالمين؟ هل خاف من النار؟ أبدا. نفسه الأمارة بالسوء غلبته، فطوعت له نفسه قتل أخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شوف الآية، أخوه، أحد يقتل أخاه من أمه وأبيه؟ أحد يقتل أخاه شقيقه؟ من يفعلها إلا من خبثت نفسه وبعد عن ربه وسولت له نفسه الحرام فقتله فأصبح من الخاسرين. فجلس، ماذا أفعل الآن؟ ماذا أصنع الآن؟ ماذا أفعل بجثة أخي؟ قتل أخاه الآن لكن ما يدري ما يفعل بجثته. تخيلوا، أول جريمة قتل على وجه الأرض، أول جريمة قتل على وجه الأرض، من ارتكبها؟ قابيل، قتل أخاه. ولهذا كل جريمة قتل منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة في ميزان من؟ في ميزان قابيل. ليش؟ لأنه أول من سن جريمة القتل. دير بالك، إياك ثم إياك أن تخترع معصية، أن تؤلف معصية، أن تبدأ فيها والناس يستنون بسنتك، لأنك ستأخذ كل آثامهم. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا قابيل قتل أخاه وجلس، مو عارف شو يسوي بالجثة، شلون يخفيها الآن، شلون يعني أبوه سوف يكتشف الأمر، جالس. فبعث الله عز وجل غراب، هذا الغراب يقولون من صفات هذا الطير أنه يسرق ويحفر في الأرض ويضع ما يسرقه في الأرض فيدفنه، قيل هكذا. وقيل اقتتل هذا الغراب مع غراب آخر، فلما قتله حفر الأرض ودفنه. فنظر قابيل إلى الغراب وكأنه درس من ربه، وقال سبحان الله، غراب يعرف كيف يخفي السوء ويخفي المتاع ويخفي الجثث، وأنا عجزت أن أخفي جثة أخي، أي ندامة أنا فيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ترى ما ندم على قتل أخيه، لا، لو ندم لكانت توبة، ندم على أنه لم يعرف كيف يدفن الجثة بس، فعلمه الرب عن طريق الغراب كيف يدفن الإنسان. أول من دفن هذا الأخ، أخو قابيل هابيل، وكانت سنة في الأرض إلى اليوم أن يدفن الإنسان في الأرض.
كيف تعلم؟ عن طريق الغراب. فدفن أخاه، وظلت هذه الجريمة آثامها متعاقبة أبد الدهر، إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. كل جريمة قتل في ميزان ذلك الأخ الذي قتل أخاه. بل القضية ليست القتل، بل من قتل إنسان لو واحد فهو كمن قتل كل الناس، لأنها جريمة في حد ذاتها. من قتل أي استهان بروح بريئة، فقتل إنسانا بغير جريمة، بغير جريرة، بغير حق. كم من مدني الآن يقتل، ومن بريء يقتل، ومن مظلوم يقتل، طفل وامرأة وأناس في بيوتهم يقتلون في الأرض بلا ذنب ولا جريرة، بأي ذنب قتلوا. من أجل ذلك، بعد قصة آدم وابني آدم، الله يقول لبني إسرائيل وللناس جميعا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، شوفوا حكم الله، أنه من قتل نفسا واحدة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر، لو قتلت إنسان واحد بغير حق كأنك قتلت الأرض كلها. ولهذا من أعظم الذنب بعد الشرك القتل من السبع الموبقات، جزاؤه في جهنم خالدا فيها، من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه القصة ليش يذكرها الرب عز وجل علينا نحن هذه الأمة حتى ننتبه؟ شوفوا الحسد وين وصل الإنسان، جعله يقتل أخاه. شوفوا القبول عند الله جل وعلا، ليست القضية بالمظهر ولا بالشكل ولا بالثمن ولا بغيره، القضية تقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ليش ما قبل الله من قابيل وقبل من هابيل؟ قضية تقوى. هل صحيح أنت تقربها لله أو لأمر في نفسك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. مهما فعلت فإنك لن ترد أمرا كتبه الله عليك، لكن سوف يجازيك الرب عز وجل. فصار هذا الرجل القاتل من الخاسرين، وصار من النادمين، وصار من الظالمين. أما ذلك الرجل فغفر الله له ذنبه بسبب قتله فهو مقتول. أيها الإخوة والأخوات، قصة فيها من العبر وفيها من الحكم، فلنتق الله عز وجل مع إخواننا، ولا نحسد أحدا على خير آتاه الله إياه، ولنرضى بما قسمه الله عز وجل لنا، ولا نتعجب عندما نسمع أن فلان قتل قتلا عمدا بغير حق. لا نعجب، فإن النفس السيئة والأمارة بالسوء إذا استجاب الإنسان لها تدعوه لهذا أو لأكثر من هذا. قصة وعبرة، لكن أي عبر؟ هذه قصة أيضا في بني إسرائيل حصلت، وهي مذكورة في سورة الأعراف، قصة قوم سموا أصحاب السبت، حصلت في زمن داود عليه السلام في قرية تسمى قرية أيلح، موجودة على شاطئ بحر القلزم. هذه القرية كانت من بني إسرائيل، وكانت شريعتهم أنهم في يوم السبت حرم عليهم العمل، ممنوع يوم السبت العمل، تشريع عندهم، وكانوا يعملون، وأكثر عملهم كان الصيد، صيد الأسماك والحيتان. الحوت في اللغة هو السمك، فكانوا يصطادون السمك ويعيشون عليه. وكانت الأسماك لأنها مرت في سنوات طويلة لا تصاد يوم السبت، فاعتادت هذه الأسماك أن تكثر يوم السبت وتقل في باقي الأيام، لأن الناس اعتادوا على الصيد في كل الأيام إلا يوم السبت، ممنوع، حرام عندهم. وكانت فتنة لهم أن يروا الأسماك على سطح البحر في يوم السبت ولا يرونها في باقي الأيام إلا قليلا، وعيشهم ورزقهم على هذه الأسماك.
ومرت السنون وهم صابرون متحملون هذه الفتنة حتى جاء يوم من الأيام. وهذه القصة نزلت في المدينة لما كانت اليهود تقول نحن أبناء الله، نحن أحباء الله، نحن كذا ونحن كذا. الله أنزل هذه القصة على نبيه حتى يقص فيها على اليهود علشان يقول لهم هل تعلمون ماذا حصل لأصحاب السبت؟ شوفوا ما الذي حصل لأصحاب السبت. كانوا يوم السبت لا يعملون ولا يفعلون شيئا ولا يصطادون، ومرت الأيام والشهور والسنون على هذا. فلما كثرت الأسماك والحيتان يوم السبت لجأوا إلى حيلة من الحيل. الإنسان مرات ما يعصي ربه مباشرة لكن يلف ويدور يدور حيلة علشان يسوي المعصية. هو يحب الخمر، يحب الزنا، يحب، لكن ما يقدر يأتيها مباشرة، فش يسوي؟ يلف ويدور ويسوي له حيلة علشان يفعل هذه المنكرات وهذه الآثام. فإذا بهم يفعلون حيلة من الحيل، سووا نصبوا الحبال والشباك وغيرها، نصبوها يوم الجمعة، حطوها وجهزوها يوم الجمعة علشان الأسماك اللي تجي يوم السبت تقع بالشباك وتقع بهذه الحبال. هم ما يسوون شيء يوم السبت، حاطين شباكهم متى؟ يوم الجمعة. والأسماك تأتي يوم السبت فتقع في الشباك، ويوم الأحد يأخذونها. هم ما سووا شيء، احنا ما صدنا يوم السبت، لكن اللي يبونه حصلوا كل الأسماك اللي جاءت يوم السبت وقعت في الشباك. طبعا هذا الأغبياء يقولون ما سووا شيء، لكن العقل يعلم أنها حيلة وأنه كذب وأنه افتراء على دين الله عز وجل. فإذا بهم يفعلون هذا الفعل، الرسول يأتي إلى اليهود في المدينة فيذكرهم بهذه القصة، يقول لهم هؤلاء الناس شنو صار فيهم؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، على شاطئ البحر، إذ يعدون في السبت، يتجاوزون ربهم ويعتدون على يوم السبت، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تكثر يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار من رب العزة لكثرة جرائمهم وكثرة فسقهم، أراد الرب أن يبلوهم فابتلاهم بهذا الأمر. أسماك تكثر يوم السبت وما في باقي الأيام إلا القليل، لكنهم اعتدوا على يوم السبت. فما الذي حصل؟ هل تركهم الناس؟ هل كل بني إسرائيل فعلت هذا الفعل؟ لا، جاءت فئة من بني إسرائيل مؤمنة تقية تخاف ربها عز وجل، شافت هؤلاء الناس مستانسين حاطين شباكهم الجمعة يطلعونها الأحد والخير يكثر، وضعاف الإيمان يقولون حنا لا فعلنا المحرم ولا المنكر والخير عندنا زاد، وهذا كله يعني نعمة الله نعمها علينا. فجاءت الفئة المؤمنة الصادقة التقية اللي ما تلف الدور لتسمع وتطيع ربها، قالت لهم لما تفعلون هذا؟ حرام، ما يجوز، هذا منكر. فجاءت فئة ثالثة، الحين في ناس يصطادون في يوم السبت وفي ناس تنهاهم، وجاءت فئة ثالثة. الفئة الثالثة شن هي؟ الفئة المثبطة، موجودة حتى اليوم، ناس يعصون وناس يدعونهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. الفئة الثالثة المثبطة اللي تجي حق الدعاة وتقول لهم انتوا ايش فيكم؟ ايش عليكم منهم؟ خلوهم، صادوا ولا ما صادوا ما ضروكم، ما سووا لكم شيء، بعدين هذيل ترى ما منهم فايدة، نصحتوهم اليوم ليه بعد سنة؟ ترى ما راح يستفيدون، خلوهم يبقى صادوا ولا ما صادوا. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني ما في فايدة فيهم، خلوهم. فرد الصالحون الدعاة الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، ردوا على هؤلاء المثبطين وقالوا لهم معذرة إلى ربكم. أول شيء يعذرنا الرب يوم القيامة، لما نأتي يوم القيامة يقول الله لنا أمرتموهم نهيتموهم، نقول نعم يا رب، حنا سوينا اللي بيدنا، ويمكن الله يهديهم، الهداية عند الله مو عندكم. ولعلهم يتقون،
شوف النقاش بين الطائفتين، الطائفة المثبطة والطائفة الداعية. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. شو اللي صار الآن؟ انقسم الناس ثلاث فئات. فئة وقعت بالذنب واعتدت في يوم السبت، فئة نهتهم وحذرتهم، فئة ساكتة مثبطة لا فعلت المعصية ولا راضية على الدعاة. شو اللي صار؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الفئة الآمرة الناهية هذه فقط التي أنجاها الرب. احنا قلنا ثلاث فئات، هذه الفئة نجاها الرب عز وجل من العذاب. طيب والعصاة اللي اعتدوا يوم السبت؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أهل الاعتداء في السبت أخذهم الله بالعذاب. طيب الفئة الثالثة لم يذكر الله عز وجل مصيرها، الرب ما ذكر مصيرها، هل عذبت؟ الله أعلم. هل نجت؟ الله أعلم. بين هذا وبين هذا، ربما هلكت لأنها كانت ساكتة وراضية، وربما عافاها الرب لأنها ما اعتدت مباشرة، لكن تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه معصية بحد ذاتها، ولهذا نجى الرب فقط من؟ الذين ينهون عن السوء. طيب أهل المعاصي شو اللي صار فيهم؟ لما وقعوا بالمعصية الصالحون ايش قالوا قبل ما يعذبهم الرب؟ الصالحون قالوا نخاف أن ينزل علينا العذاب وهذيل عايشين بيننا، إيش رأيكم نسوي سور بيننا وبينهم، جدار بيننا وبينهم؟ بنو إسرائيل الصالحون بنوا جدارا بينهم وبين الذين يقعون بالذنب يوم السبت، فصاروا العصاة في جهة والمؤمنون الصالحون في جهة ثانية، وكانوا كل يوم في الصباح يتشاوفون في المزارع في المصائد في كل مكان، يشوفون بعضهم البعض، لكن بيوتهم هذا الغير وهذا الغير، هذا بينهم جدار يفصل هذا عن هذا. في يوم من الأيام أصبح الصباح ما خرج أحد من جهة القرية العاصية، ارتفع النهار غريبة، جاء الضحى ولا أحد خرج منهم. فقال بعض الصالحين لو صعد أحدكم وتسلق الجدار ونظر ليش ما خرج منهم أحد اليوم، لا إلى رعي ولا إلى صيد ولا إلى زراعة ولا إلى شيء، خل واحد يشوف. فإذا بأحد الناس يصعد السلالم ويشرف عليهم، يبي ينظر الجهة الثانية من القرية جهة أهل المعصية وينهم ليش ما خرجوا. تعرفون ما الذي رأوا؟ رأى القرية كلها قد حولها الرب عز وجل إلى قردة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قردة خاسئين، أبناء عمهم أبناء خالهم، هم أصلهم كانوا قرية واحدة، هؤلاء عاشوا معززين مكرمين، أما الجهة الأخرى قربها الرب عز وجل إلى قردة، ففتحت الأبواب ودخلت القردة إلى الناس. الآن قردة هم بشر لكن وجوههم وأوصافهم صارت قردة، فإذا بالقردة كل واحد يذهب إلى ابن عمه، يذهب إلى ابن خاله، يذهب إلى أخيه الصالح ويجلس عنده، وإذا بهم يقول الصالحون، تدرون كم كانوا؟ كانوا 70,000 كلهم تحولوا إلى قردة، 70,000 إنسان قلبهم الرب عز وجل إلى قردة، الشيوخ والشباب والنساء والرجال والأطفال، فيدخلون على الصالحين فيقول الصالحون لهم، كل واحد يقول حق ولد عمه، يقول حق أخوه، يقول حق قريبه الذي قلب، قال له الذي مسخ، قال له يا فلان ألم ننهكم عن هذا؟ ألم ننهكم عن هذا؟ ما يستطيع يرد عليه لأنه أصبح قردا، فيهز إليه برأسه وعيناه تدمعان، النعم النعم. يقول ابن عباس مكثوا في الأرض 3 أيام فقط، لأن المسخ ما يعيش ما له ذرية، ثم أهلكوا جميعا. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. معصية واحدة
قلبهم الرب عز وجل جميعا وحولهم ومسخهم إلى قردة. ابن عباس لما ذكر القصة ترجمان القرآن بكى. قيل: ما الذي يبكيك يا ابن عباس؟ قال: معصية واحدة، انظر ماذا فعل الله بهم، وإنا لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها، إنا لله وإنا إليه راجعون. من أنجاهم الرب؟ فقط الذين أنكروا المنكر، فقط الذين حذروا الناس، هؤلاء هم الذين أنجاهم الرب. أما البقية وربما حتى المثبطون مسخهم الرب عز وجل إلى قردة وقردة خاسئين. هل نفعتهم ذنوبهم؟ هل نفعتهم معاصيهم؟ افعل ما تفعل، اخدع من تخدع، واحتال كما تشاء، واكذب فإنما تكذب على نفسك، واخدع فإنما تخدع نفسك، وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. كم يتحايل الناس الآن على الربا، يقولك لا هذا مو ربا، هذا كذا وكذا، يعرف إنه ربا. يتحايلون على الزنا، يتحايلون على الخمور، يتحايلون على الذنوب، وما يدرون أن الله عز وجل مطلع على سريرتهم. معصية واحدة وقلبهم الرب عز وجل وجعلهم قردة خاسئين. لسنا بأكرم على الله من بني إسرائيل، البشر بشر والناس ناس، أكرمكم عند الله من؟ أتقاكم. فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن المعصية عاقبتها عظيمة ووخيمة، قد تكون في الدنيا كما فعلها الرب عز وجل بهذه الأمة، وقد يؤخرها الله عز وجل إلى يوم القيامة. عبرة، وأي عبرة؟ كن ملتزما بطاعة الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذه قصة أيضا ذكرت في القرآن وهي من القصص العظيمة، مر القرآن عليها مرورا وذكرت في سورة الأعراف، وهي قصة رجل من بني إسرائيل. هذا الرجل كان يعيش في أرض الشام، وهذه الأرض التي كان فيها الأنبياء وكان فيها الأمم كلها، وهي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها وبني فيها بيت المقدس. كان يعيش فيها قوم من بني كنعان، هاجروا من أرض العراق ومكثوا في هذه الأرض المباركة أرض الشام، وولد فيهم رجل اسمه بلعام ابن بعورة، وكان رجلا صالحا عابدا لله من أهل العلم والدين والتقى والزهد. وكان هذا الرجل مستجاب الدعوة، إذا دعا ربه استجاب الله عز وجل له. ومرت السنون والرجل له يعني مكانة في قومه، ويقال أنه كان يعرف الاسم الأعظم، أي كان يدعو الله عز وجل به ويستجيب الله عز وجل له. في يوم من الأيام وصل موسى عليه السلام إلى تلك الأرض ودخل هذه البلاد، فقال الناس، ظن الناس أن موسى سيخرجهم من قومهم لأنهم ليسوا من أهل هذا البلد، سيرجعهم إلى بلادهم في بابل في العراق. فقالوا لبلعام، قالوا له: إن موسى ابن عمران قد جاء ليخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويدخلها ويحلها لبني إسرائيل، وأنت لنا مكان في قومنا، أنت رجل يجيب الله دعاءك، فادعوا الله عليهم. قال: ويلكم، ماذا تقولون؟ أدعو على نبي لله، نبي من أنبياء الله، معه الملائكة وأهل الإيمان، كيف أدعو عليهم؟ فلا زالوا به يفتنونه بالمال حتى فتن. وفعلا قبل أن يدعو على من؟ أن يدعو على موسى عليه السلام وعلى المؤمنين. قبل هذا الرجل، فذهب إلى جبل والناس معه، ويدعو الناس يؤمنون، وموسى عليه السلام قد اقترب منهم، وكلما دعا على موسى أو على بني إسرائيل صرف الله لسانه إلى أن يدعو على قومه لا شعوريا، كل ما دعا أخذ يدعو على قومه. فقالوا له: يا بلعام، ماذا تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. فقال: هذا لا أملكه، هذا مو بيدي، هذا فعل الله عز وجل، قد غلب الله عليه. ثم قال لهم: لا أستطيع أن أدعو عليهم. ثم ندم وقال: ذهبت مني الدنيا، يعني راح ينتصرون علينا، وذهبت مني الآخرة، ماذا أصنع الآن؟ قال: لم يبق إلا المكر والحيلة. وين دينه؟ وين تقواه؟ وين علمه؟ وكان رجلا عابدا عالما، كيف فضل الدنيا على الآخرة؟
وكيف غرته الدنيا الأموال والجاه والسلطان. قال لهم: يا قوم لكم المكر والحيلة. قالوا: كيف؟ قال: جملوا النساء. شوف فتنة بني إسرائيل كانت شنو؟ النساء. قال: جملوا النساء، أعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى المعسكر يبعنها، كل واحدة كأنها بياعة. جملوها مكياج وبرجوها تبرج، والمرأة فتنة. وخلوا هؤلاء النساء يذهبون إلى معسكر بني إسرائيل، معسكرات الجيوش، كأنهن يبعن السلع، وأمروهن ألا تمنع امرأة نفسها من رجل، يعني خل تعرض كل واحدة نفسها على الرجال. وحاولت النساء أن يفعلن هذا. قال بلعام لهم: قال إن زنى رجل منهم لو واحد كفيتموهم، يعني سوف تتخلى عنهم الملائكة ولن ينصرهم الله عز وجل، لو واحد بس. ففعلوا وأدخلت النساء. شوف المكر وشوف الخبث الآن في هؤلاء الناس. فأدخلت النساء على معسكرات بني إسرائيل، فرآها رجل عظيم من بني إسرائيل، رأى امرأة جميلة فافتتن بها، فأخذ بها وذهب بها إلى موسى عليه السلام، وقال لموسى عليه السلام، هذا الإسرائيلي يقول لموسى عليه السلام: إني أظنك ستقول هذا حرام عليك لا تقربها، أكيد بتقول لي كذي. فقال موسى: أجل هي حرام عليك. فقال الإسرائيلي: قال والله لا أطيعك في هذا. شوف شوف الخبث، يأخذها للنبي فيقول: لا أنا أدري أنك بتقول لي حرام، صح ولا لا؟ قال: إيه حرام. موسى لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، نبي الله كلم الله. قال: والله لا أطيعك في هذا، يعني إلا هذه، من كثرة افتتانه بهذه المرأة. فأخذها ودخل بها قبته وأخذ يزني بها، فأرسل الله عز وجل الطاعون على بني إسرائيل، فأرسل الطاعون وأخذ يأخذ فيهم ويحصدهم. فأخبر رجل اسمه فنحاص ابن العزار ابن هارون، هذا الرجل لما جاء أخبر بالخبر فعلم أن هذا الرجل هو سبب هذا البلاء كله، هذا الإسرائيلي الذي زنى بالمرأة، فأخذ حربته ودخل إليهما وهما يزنيان، فضربهما ضربة واحدة وقتلهما بها، فرفع الطاعون عن بني إسرائيل. وقال الرجل: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرحم الله بني إسرائيل بعد أن قتل الرجل. هلك من بني إسرائيل في ذلك الزمن 70,000. أما بلعام الذي فعل هذا وارتد عن دينه وفضل الدنيا على الآخرة، انظروا كيف وصفه الرب عز وجل: أنت صاحب الدين، صاحب العلم، صاحب التقوى، تقف ضد موسى وضد أهل الإيمان، ليش؟ علشان دنيا؟ وتدعوهم إلى أن يفتنوا الناس بالنساء. شوف الخبث وين كان، وين نزل إلى الحضيض. واتل عليهم، الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد قص على الناس هذه القصة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني صار عالم وصار فاهم في الدين. نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، كأن الشيطان كان بعيد عنه، كان تقي، كان ورع، كان صاحب دين، فلما انسلخ أول ما ارتد عن الدين الشيطان اتبعه، كأنه منتظر، الشيطان ناطر هذه اللحظة. أول ما يضعف الإنسان وخر عن المسجد، يهجر المصحف، يترك الدين، على طول الشياطين تلحقه. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو شاء الله وثبت هذا الرجل على الدين لرفعه الله أعلى عليين، لصار له شأن، لو وقف مع موسى مع الأنبياء مع المؤمنين الصادقين لرفعه الرب، لكنه للأسف خسر الدنيا والآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مثل بعض أهل العلم اليوم يعطون فلوس علشان يغير الحلال حرام والحرام حلال، ايش رايك نحطك بهالمنصب، بس اللي نقوله تقوله، نفس الشيء. هذا بالعام واحد منهم، هذا الذي انسلخ من دينه، ايش
اشترى بآيات الله ثمنا قليلا واحد منهم، موجودين اليوم في كل زمن ومكان، موجودين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. مثله كمثل شنو؟ أخس وأنجس حيوان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الكلب كان تعبان ولا متعبان دائما يلهث، لو واقف مرتاح يلهث. يعني مثل هذا الرجل، تعلم ولا ما تعلم نفس الشيء، حصل على العلم العظيم وارتد، لو كان جاهل ولا كان عالم نفس الكلب. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا محمد، الله يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم اقصص القصص على الناس، قل لهم لحد يبدل دينه، لحد يبيع دينه بثمن بخس، لحد يفتتن بشيء من زخارف الدنيا فينسلخ من دينه، لأن الشيطان موجود راح يتبعه، لأن مثله سيكون كمثل هذا الحيوان النجس، لأنه لن يمنعه من عذاب الله عز وجل شيء، سوف يجعله الله عبرة للناس. انظروا هذا الرجل إلى اليوم نذكره بالأمثال أنه كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كم يصدق هذا المثل على خلق من الناس، ممن بدل دينه، ممن ارتد على عقبيه، ممن التزم فترة من الزمان ثم نكص على عقبيه. كم وكم في البشر اليوم أمثال هؤلاء، فلنحذر أيها الإخوة. الله الله بالثبات على دين الله، لا تغرنا زينة الدنيا ولا زخرفتها، ولنثبت على دين الله عز وجل، ولنعلم أن الثبات صعب لكن الله سيسهله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله عز وجل مع من؟ مع الثابتين من أهل الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله أن تكون هذه القصة عبرة لكل من أراد أن يتزعزع في دينه أو يرجع إلى وراء أو يضعف، فليتق الله وليثبت، وليكن في هذا المثل ذكرى وعبرة لأولي الألباب. كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أسئلة من باب التحدي، من باب معرفة هل هذا الأمر صحيح وهل دينه حق أو ليس بحق. فذهبوا إلى اليهود في المدينة يسألونهم ماذا نفعل حتى نتحدى هذا الرجل، وكان اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله، ولكن حسد والكبر والحقد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم لا يؤمنون به ولا يصدقونه. فقالت اليهود للمشركين، قالوا اذهبوا إليه فاسألوه ثلاثة أسئلة، إن أعرفها فهو ربما يكون نبيا. قالوا ما هي الأسئلة الثلاث؟ قالوا سألوه أولا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، سألوه ثانيا عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ثم سألوه عن الروح ما هو. فذهب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الأسئلة الثلاث، فقال لهم أخبركم غدا عما سألتم عنه. انتظر الوحي فلم يأته وحي. جاءوه في اليوم الثاني قالوا ما إجابة الأسئلة؟ فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يسمعون، وبعضهم للتو دخل في الإسلام من أهل مكة فلا زال ضعيفا في دينه وإيمانه فاهتز. قالوا له ما الإجابة؟ قال غدا أخبركم. لم يجبهم لأن ما نزل الوحي. جاءوا في اليوم الثالث لم يجبهم، في اليوم الرابع لم يجبهم، وانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الإجابة على هذه الأسئلة. ظل هذا الأمر 15 يوما والنبي يقول لهم غدا أخبركم عما سألتم عنه ولا يخبرهم. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ نسي النبي صلى الله عليه وسلم، أنساه الشيطان أن يقول إن شاء الله، كان يقول غدا أخبركم،
أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فأنزل الرب عز وجل عليه بعد 15 ليلة وحيا يجيبه على هذه الأسئلة الثلاث، ولكنه يخبره في الوحي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، يعني إياك أن تقول سأفعل شيئا غدا إلا بعد أن تقول إن شاء الله. هذا النبي أفضل الخلق وأحبهم إلى الله، الله يأمره بهذا، كيف بنا نحن؟ الواحد فينا كل يوم يقول غدا سوف أفعل والعام المقبل سأفعل، قل إن شاء الله، أنت ما تضمن أنك ستفعل أو لا تفعل. ثلاثة أسئلة أجابهم النبي عليها: فتية ذهبوا في الدهر الأول، من هم وما قصتهم؟ رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما قصة هذا الرجل؟ وعن الروح ما هو؟ أما الروح فجاءت في سورة الإسراء: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا علمه عند الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الفتية والرجل فاسمعوا إلى قصتهما. قصة الفتية، من هم أولئك الفتية الذين سألت اليهود عنهم؟ كانوا يعيشون في زمن قيل أنهم كانوا نصارى، والصحيح أنهم ليسوا كذلك، القول الراجح أنهم في زمن كان يعبد أهله الأصنام. فتية من علية القوم، من أبناء الملوك وأبناء الملأ وأبناء علية القوم، يعيشون في القصور، يعيشون في رفاهية ورغد من العيش، والقوم كلهم يعبدون الأصنام، وظل الناس على هذه الحال من الكفر بالله والشرك به وعبادة الأصنام وتقريب القرابين لها، وظل الناس على هذه الحال. وكانت الفتية أحيانا يعترض بعضهم على أبيه ويقول له: يا أبي لما نصنع هذا؟ ولا بد أن هناك خالق قد خلقنا، إذن لما نعبد غيره؟ فكان الآباء يهددون الأبناء أن اسكتوا ولا تقولوا هذا الكلام مرة أخرى. وفي يوم من الأيام، كانوا في يوم العيد، خرج الناس جميعا لتقريب القرابين وعبادة الأصنام والذبح لها وفعل المنكرات وعبادة غير الله. كان الفتية كلهم مع آبائهم في ذلك العيد واجتماع القرية كلها، ولا واحد من الفتية يعلم عن الثاني الذي في قلبه، كل واحد مستاء، مجموعة من الفتية مراضي بالوضع، عقله الصحيح يقول له في شيء غلط، فطرته تمنعه عن الذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة غير الله، لكن مو قادر يسوي شيء. واحد منهم طلع من القرية في حين غفلة والناس يحتفلون ويرقصون ويعبدون ويفعلون، خرج واحد، خرج الثاني، خرج الثالث، كل واحد فيهم على حين غفلة طلع من القرية والناس في يوم العيد، والرح خرج بعيد إلى مكان في أشجار وجلس في ظل شجرة، جاء الثاني جلس في شجرة على ظل شجرة بالقرب منه، والثالث تحت ظل شجرة بالقرب منهما، والرابع كلهم جلسوا ولا أحد يعلم بالبقية، لكن كل واحد شايف وجه الثاني مستاء مما يحصل في قومه. ما الذي جمعهم؟ ما الذي جاء بهم في نفس الوقت ونفس المكان؟ الأرواح، جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف لا شعوريا، وما تناكر منها اختلف. جمعهم حب الله وحب عبادته وكره هذا الشرك وعبادة الأصنام. فقال واحد منهم من الفتية من الشباب أبناء الملوك هؤلاء، قال واحد منهم: والله يا قوم أنكم تعلمون أنه ما أخرجنا من قومنا إلا أننا نكره عبادة غير الله عز وجل، وأن قومنا يعبدون شططا وقالوا شططا وفعلوا الكفر وأتوا المنكر العظيم. واحد منهم تجرأ وكان شجاع وقالها، كان الثاني يقولها، والثالث يقولها، والرابع، وكلهم قالوا نفس الكلام. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ اختلف الناس في معنى الرقيم، قالوا صحيفة مكتوب فيها أسماء الفتية، وقالوا هم الفتية، وقالوا يعني الكلب الذي معهم، وقالوا كلام كثير عن الرقيم لا يهمنا.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لما قالوا هذا الكلام توجهوا بعيدا عن الناس، لأنهم علموا أنهم سيبطشون بهم بل سيقتلونهم لو علموا أننا خرجنا عن ديننا ودين آبائنا وأجدادنا، إما أن يجبرون على الرجوع إلى دينهم أو يقتلونا. إذن ما الحل؟ الحل أننا نهرب. خرج الفتية معهم كلب، كلب كان للحراسة، كلب كان للصيد، كلبهم. خرجوا مسرعين وتوجهوا إلى جبل فوجدوا فيه كهفا فدخلوا إليه. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الله أكبر، ليس عندهم نبي ولا كتاب أنزل. شلون عرفوا ربهم؟ وكيف أخلصوا له الدين؟ وكيف بدأوا يدعونه في تلك اللحظات؟ تدرون شلون؟ إنها الفطرة. العقل الصحيح إذا تجرد لله ما عبد غيره، فرفعوا أيديهم إلى السماء وأخذوا يدعونه فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب أنزل علينا الرحمة، يا رب هيئ لنا من أمرنا الرشد ودلنا على الطريق الصحيح. هذه قمة الهداية، أن الإنسان يعرف أنه لا أحد سيهدي إلا الله عز وجل. الفتية الذين تربوا في أحضان الشرك والكفر وعبادة الأصنام، وتربوا في حضن رغد العيش الحرير والفرش والسرائر والقصور والخدم والحشم، ما صدهم هذا كله عن عبادة الله جل وعلا. فتية، وربما أحيانا يكون الفتية أعظم في خدمة دين الله عز وجل من غيرهم. ولهذا أكثر من آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أكثرهم كانوا شبابا، الغالبية فتية وشباب. كم كان عمر علي وعثمان وسعد وعمار وخبيب وغيرهم من الصحابة. أما كبار الشيوخ وصناديد الكفر كأبي جهل وغيرهم من مشركي قريش أكثرهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أغلب الذين آمنوا كانوا فتية وشبابا. هؤلاء الشباب الفتية ذهبوا إلى الكهف وأخذوا يدعون الله عز وجل، فأصابهم النعاس وغلبهم النوم فوضعوا رؤوسهم وناموا. أما الكلب ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ جلس في خارج الكهف عند الفناء عند الباب وجلس الكلب. نام الفتية وضرب الله عز وجل على آذانهم، أي غلبهم النوم، لم يسمعوا صوتا ولم يتأثروا بأي صوت خارج هذا الكهف. نام الفتية ولا يدرون ولا يعلمون كم سينامون في هذا الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أما الملوك بعد أن انتهى العيد وانتهى الاحتفال، كل منهم يبحث عن ولده، كل منهم يبحث عن ابنه، أين فلان؟ ربما رجع القصر، ذهبوا إلى القصور ما وجدوهم. كل واحد يسأل، أتاه فلان؟ قال أنا أيضا ابني افتقدته، والثالث يقول أيضا ابني افتقدته، والرابع والخامس. انتشر الخبر أن مجموعة من الشباب من الفتيان قد فقدوا. بحثوا عنهم في الطرقات، بحثوا عنهم بين البيوت، بحثوا عنهم في القرية كلها، يوم ويومين وثلاث وأربع وعشرة وشهر وشهرين وسنة، حتى نسيهم الناس ولم يذكروهم إلا بالقصص. قصة تاريخية، قبل مئات السنين فتية من علية القوم كانوا يخالفون قومهم ببعض عقائدهم وبعض عباداتهم، فجأة في يوم من الأيام فقد الجميع، لم يعلم بهم أثر ولم ترى لهم جثث، فقدوا وكأنهم لم يكونوا. يتناقلهم الناس بالقصص مئات السنين، فجأة قام واحد منهم أيقظ البقية. ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار، ظنوا أنهم ناموا يوما واحدا، والكلب كان عند رأسهم. بين هذا وهذا ما الذي كان يحصل لأولئك الفتية؟ اسمع إلى القصة واسمع إلى الخبر،
يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نباهم بالحق. سألتك يهود، اسمع للقصة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الثبات من عند الله جل وعلا. يمكن أحيانا تواجه القرية كلها، تواجه الناس جميعا بأنت على حق وكلهم على باطل، من الذي سيثبتك؟ الله جل وعلا، لا تستعين إلا به. وربطنا على قلوبهم، لا تعتمد على نفسك، لولا تثبيت الله ما راح تثبت. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لما تجمعوا تحت ظل الأشجار قال أحدهم وقال البقية بقوله: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، شططنا وابتعدنا عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. وين الدليل على أن هذا الصنم إله؟ وين الدليل على أن هذا يعبد؟ وين الدليل على أنه ينفع ويضر؟ ما في أي دليل ولا أي سلطان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هربوا ودخلوا الجبل إلى كهف وإذ اعتزلتموهم. الإنسان إذا ما استطاع أن يصلح أحيانا يوخر عن الباطل، مكان في منكر ما قدرت أصلحه وخر، ابتعد حتى لا تتأثر وحتى لا تشارك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. شوف اللفظ القرآني، اعتزلتموهم وما يعبدون، كل العبادات لكن ما اعتزلتم عبادة الله جل وعلا. اعتزلتم كل الناس والأصنام وكل شيء لكنهم ما اعتزلوا عبادة الله جل وعلا. فأووا إلى الكهف. الكهف ترى مظلم، الكهف موحش، الكهف مكان مخيف، تراب وصخور. وين القصر؟ وين الكهف؟ وين الفرش والسرائر؟ وين الكهف؟ وين الخدم والحشم؟ وين الكهف؟ ذلك المكان الموحش البعيد، ربما مليء بالهوام والدواب وبعض ما يضر الإنسان. ثم إذا حل الليل والظلام ماذا سنفعل؟ مكان موحش، لكن ما الذي جعله أجمل مكان عندهم؟ نشر الله لهم في هذا الكهف الرحمة، صار المكان الضيق كأنه واسع. يا الله، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وضعوا رؤوسهم وضرب الله على آذانهم وناموا نومة طويلة لا يشعرون بها. الشمس تأتي من قبل المشرق فتأتيهم قليلا، تزاور شيء بسيط ثم تغيب، طول النهار ما في نور حتى لا تحرقهم الشمس. فإذا جاء وقت الغروب تقرضهم قليلا، شيء قليل من النور يأتيهم، بداية الشروق ونهاية الغروب. وهذه الشمس ربما تكون نافعة في هذين الوقتين، لا تضر وتنفع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. شوف المنظر، فتية نايمين والشمس تأتيهم بداية الشروق ونهاية قبل الغروب، والكلب باسط ذراعيه بالوصيد عند الباب، وصيد الباب يعني مو داخل عشان الملائكة تدخل، ملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، فجالس في الخارج لكن عند الباب ما هو بعيد عنهم، حتى يخاف كل مخلوق يقرب منهم يخاف من الكلب ويهرب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. منظرهم صار مرعبا، ربما والعلم عند الله طالت شعورهم أظافرهم، هذا علمه عند الله ما ندري، وإن قيل في التفسير، لكن قيل أن عيونهم وهم نائمون كانت مفتوحة. تخيل واحد مستلقي لكن فاتح عينه، ليش؟ حتى إذا مر بهم مار فزع منهم وهرب، ظنهم جالسين، ظنهم مستيقظين. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جعل الله الهيبة عليهم
فلا يمرن عليهم أحد إلا وفزع منهم يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين ولا عشرة ولا عشرين ولا ثلاثين ولا مئة ولا مئتين، مئات السنين وهم على هذه الحال، كلب على حال وهم على حالهم. الغريب أنهم، الله عز وجل يقول تحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني كأنهم مستيقظين لكن في الحقيقة هم نائمون. وأجسادهم، يقول ابن عباس، لو ظلت أجسادهم على ما هي عليه لأكلتهم الأرض. إذن شنو الحل الآن؟ الحل أنه مر عن يمينه ومر عن شماله أكثر من 300 سنة، وهو مر عن يمينه ومر عن شماله حتى لا تأكلهم الأرض. وتحسبهم أيقاظا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. شكلهم كأنهم مستيقظين فاتحين عينهم لكن في الحقيقة نايمين، يتحركون مرة يمين ويسار عشان الأرض ما تأكلهم، والشمس تأتي بداية الشروق وقبل الغروب بس، والكلب على حطته عشان ما حد يقرب منهم، وعليهم الهيبة والرهبة علشان لا يقترب منهم أحد. انظروا إلى حفظ الله عز وجل لهم، ليش؟ لأنهم لم يعبدوا إلا الله، ما كان عندهم ترى شريعة ولا يعرفون دين، لكن فطرهم السليمة جعلتهم يعتزلون قومهم ويفضلون الكهف على القصور، والجوع والعطش والتراب على الطعام والحرير. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جيل ورا جيلين ورا ثلاثة ورا أربعة ورا خمسة، تسعة جيال تقريبا، 300 سنة، والناس على هذه الحال يذكرونهم بالقصص وهم نايمين. فجأة قاموا، واحد منهم قام قوم الثاني الثالث، على بالهم نايمين أول النهار وقايمين آخر النهار، على بالهم يوم واحد. استيقظوا، بعضهم يسأل البعض كم نمنا، كان نمنا طولنا في النوم، إحنا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث، إيش كثر نمنا؟ قال بعضهم يمكن يبثنا يوم، قال بعضهم لا ترى يوم ما كملنا، إحنا أقل من يوم، قمنا أول نمنا أول النهار والحين ما انتهى النهار، أقل من يوم. قال بعضهم مو لازم نعرف، الرب عز وجل عارف حنا إيش كثر نمنا، ما يهمنا، لكن حنا نحس بالجوع، إيش رأيكم واحد يروح يجيب لنا أكل من المدينة، يدخل يتخفى ويجيب لنا طعام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. الله أعلم، مو لازم نعرف كم ساعة ولا يوم كامل. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق شنو؟ الفضة، نقودهم كانت الفضة. فواحد قالوا له إيش رأيك خذها الفضة هذه وروح جيب لنا طعام، ترى حنا جعنا، على بالهم نايمين كم ساعة، انزل وتخفى، غطي وجهك بأي شيء وادخل بين الناس واشتر طعام وارجع. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. مو تجيب أي شيء، جيب أحسن طعام، والإنسان لما يشتري يكون عاقل، ما يشتري أي شيء، لا يشتري الطعام الزين، الطعام الجيد، أحسن طعام لأن عنده الثمن. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يتلطف يعني يدخل بالسر، يتخفى يعني يكون يعني متخفي بين الناس علشان لا يشعر في أحد، إذا صادونا خلاص رحنا انتهينا. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، بالسر يشتري الطعام ويرجع. ليش؟ تدرون ليش؟ لأنهم لو يمسكوننا، إما أنهم يرجموننا، وأعظم القتل الرجم بالحجارة، من أعظم القتل أن الواحد يرمونا بالحجارة لين يموت، ترى إذا مسكونا حطونا بحفرة ورموا علينا حجارة لين نموت، أو يمكن يرجعوننا في ملتهم.
بعدين شو يصير؟ لن تفلحوا إذن أبدا. فإذا بهم يذهب هذا الشاب، واحد منهم خرج، خرج بيده هذه النقود، صار لها كم النقود؟ 300 سنة وما يدرون. أول ما وصل القرية استغرب، أين قريتنا؟ وين القرية اللي اليوم خرجنا منها؟ أين البلاد؟ أين البيوت؟ أين الناس؟ يرجع، صار مثل الواهم، هذه ليست قريتي، أين دخلت؟ أين ذهبت؟ إيش هذا؟ ينظر للناس تغيروا، أشكال تغيرت، ملابس تغيرت، الأسواق تغيرت، الشوارع كل شيء تغير. الرجل لا زال يعني خايف، شو اللي صاير مو عارف الآن، كلها ساعات تونا طالعين الآن. قال على الأقل خل أشتري طعام وأرجع وأخبر أصحابي شو اللي شفت، شو اللي تغير. والغريب أن أغلب الناس اللي شافهم مؤمنين، مع أنهم كانوا يعبدون أصنام، الحين صاروا عبدا لله عز وجل. راح ذهب إلى محل يبيع طعام، أخذ الطعام، قال له بكم؟ قال بكذا، أعطاه النقود، أخذ البائع النقود وأخذ ينظر إليها، قال ما عندك نقود؟ قال هذه نقودي. قال أقول لك نقودنا، نقود التي يتعامل بها الناس. قال هذه نقودي، ما عندي غيرها. قال من أين لك هذه النقود؟ هذه أثرية وهذا كنز من الكنوز، من أين لك هذه النقود؟ قال أنا مع أصحابي خرجنا ونمنا اليوم، والآن جعنا نريد الطعام. قال من أصحابك؟ قال أنا فلان وأصحابي فلان بن فلان وفلان بن فلان. قال ماذا تقول؟ فأخذه إلى الملك وأدخل إلى الملك، وكان رجلا عابدا صالحا، ترك الناس عبادة الأصنام. فذهب إليه وقص عليه القصص وأخبره بالخبر، قال أنتم فقدتم منذ 300 سنة والآن ترجعون؟ هذا مستحيل. قال ماذا تقول؟ كيف يستحيل؟ نحن للتو نمنا، أين قصورنا؟ أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ قال ماتوا، أنتم فقدتم منذ 300 سنة وأنتم الآن أبعثكم الله عز وجل. أي علامة لله عز وجل هذه؟ وأي دليل من آياته؟ وأي آية من آياته؟ فإذا بالملك يأخذ الجنود والناس معه ويذهبون مع هذا الفتى إلى الكهف. فوصل الناس إلى الكهف والناس كلهم ينظرون، فقال الفتى، قال لا تدخلوا على أصحابي قبل أن أدخل إليهم وأخبرهم بالخبر حتى لا يتفاجأوا. يعني هذا زي من الآن متحمل الخبر. فدخل الفتى إلى أصحابه يخبرهم بالخبر ويقص عليهم القصص، فعلم الناس ما الذي حدث. فدخل الملك عليهم، وما إن دخل عليهم وقص عليه قصتهم إلا وقبض الله عز وجل روحهم مرة أخرى. أراد الرب فقط أن يثبتهم ويطمئنهم ويخبرهم أن الناس رجعوا لله عز وجل، ثم لن يصيبكم شيء من أحد، قبض الله عز وجل روحهم مرة أخرى. وإذا الناس يتعجبون ويستغربون، كيف يبعث الله أمواتا بعد 300 سنة أو يزيدون ثم يموتون مرة أخرى؟ منهم من قال نبني عليهم مسجدا، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، ومنهم من قال نبني عليهم بنيانا ونغلق الكهف وننتهي، ومنهم من قال، وتناقل الناس قصتهم إلى هذا الزمن ليثبت الرب عز وجل أنه قادر على أن يحيي الموتى، وأن الساعة قائمة كما أحيا هؤلاء فإنه سيحيي الموتى مرة أخرى، وأن دينه هو الحق، وأنه حفظ عباده المؤمنين وإن كانوا فتيانا، حفظهم فلم يمسهم أحد بسوء. وكذلك أعثرنا عليهم، علم الناس بأخبارهم، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. اختلف الناس فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما يجوز أن يبنى في المقابر أو على القبور مساجد، وهذا الذي فعلوه لجهلهم. ثم اختلف الناس، كم عدد الفتية؟ اختلف الناس، كم لبثوا في الكهف؟ اختلف الناس. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. الله يقول الثلاثة،
أو خمسة، كل هذا رجم بالغيب. طيب شنو الصح؟ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما قال الله في هذه المقولة شيئا، كأنه هو الصح. ولهذا ابن عباس كان يقول كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يعني في ناس يعلمونهم وهم قليل، ولعل ابن عباس منهم. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين 300 سنين وازدادوا 9. إيش معنى 9؟ قال بعضهم 300 سنة كاملة بالشمسية، لكن حولها إلى قمرية تزيد 9. كل 100 سنة تزيد 3 سنوات، 300 صارت 309 سنين لبثوا في كهفهم. ثم بعثهم الرب عز وجل. لا تقول كل الناس على غلط أظل على غلط مثلهم، إياك. بعد القصة هذه يقول الله للناس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما عليك. ثم يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. مو علشان الناس كلها على باطل تصير على باطل، مو عشان الناس كلها كفرت تكفر. كن ثابتا، كن مؤمنا، كن موحدا. والله لو تعيش في كهف بدل قصر فإن هذا فيه الرحمة وفيه الخير، خير لك من تلك القصور التي فيها الكفر وفيها الضلال. فتية اعتزلت قومها لأنها لم تستطع إصلاحهم، والصبر وإصلاح الناس أفضل من الاعتزال بلا شك، ولكن من لم يستطع وخاف على دينه فالعزلة له أفضل. لكنهم اعتزلوا الناس، انظروا كيف حفظهم الرب عز وجل. بل كرامة لهم جاء ذكر كلبهم وحفظ الله كلبهم معهم، كلب نجس، لكن الله عز وجل حفظه معهم مئات السنين، لأن هذا الكلب صاحب من؟ صاحب الصالحين. كيف بأهل الإيمان وبالناس إذا خالطوا الصالحين وصالحوا وخالطوا أهل الإيمان وجلسوا معهم ورافقوهم، كيف سيحفظهم الرب عز وجل؟ فتية، كانوا صغارا في السن لكنهم أعقل من كبار السن ومن الشيوخ في قومهم، عبدوا الله عز وجل. هذا فضل التوحيد، وتلك عقوبة الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فطرة الإنسان وعقله تمنعه أن يعبد غير الله جل وعلا. فتية ذكرت قصتهم في سورة الكهف، نقرأها كل أسبوع يوم الجمعة، ولكن حري بنا أن نعتبر بهذه القصة وننظر كيف ثبتهم الله. والإنسان يقرأ سورة الكهف تعصمه من فتنة الدجال، فآخر الزمان إذا كثرت الفتن يعتزل الإنسان هذه الفتن ويبتعد عن الدجال ويهرب منه كما هرب فتية في ذلك الزمان وجلسوا في كهف من الكهوف. قصة فيها عبر، وأي عبر، أي حكم ينزلها الرب عز وجل في أعظم وأحسن القصص في القرآن. هذه قصة أخرى ذكرها الرب عز وجل أيضا في سورة الكهف، وسورة الكهف من أعظم القصص التي ذكرت في هذه السورة. سورة عظيمة، حري بكل أبنائنا أن يحفظوها لأنها تقرأ كل جمعة، فمن حفظها سهل عليه مراجعتها كل أسبوع. قصة رجلين، أحدهما كان صالحا والآخر ليس كذلك. قيل أنهما ورثا من أب مالا كثيرا، مالا عظيما، وقيل كان بينهم تجارة فربحا فاقتسم المال. واحد منهم الصالح أخذ ينفق ماله في طاعة الله جل وعلا، ها هو يكس العراة ويطعم الجياع ويبني المساجد ويفعل الخيرات، ها هو يفعل بالمال يتصدق به يمينا وشمالا، لا يريد أن يدع لنفسه شيئا، أنفق ماله لله جل وعلا. أما الآخر فقد بخل ولم ينفق من ماله درهما ولا دينارا، استثمر ماله في الزراعة فإذا به يزرع المزارع والجنان ويبخل بها عن الناس.
مرت الأيام والشهور، فإذا بالرجل الصالح احتاج المال، صار فقيرا ليس عنده شيء من المال، والناس تنظر للظاهر، شوفوا قط فلوسه والحين ما عنده شيء، على الأقل كان خلى فلوس لنفسه. شوف فلان اللي الحين شوف ما شاء الله عنده شركات وتجارات وسيارات وبيوت، هذا ما عنده شيء. الناس لا تنظر إلا إلى الظاهر. هذا الرجل الصالح لما أنفق كل ماله واحتاج إلى المال أراد أن يعمل، فقال لما لا أعمل عند أخي أو عند صاحبي، أعمل عنده أفضل من أن يحتاج إلى الناس، أذهب إليه فأكون أجيرا عنده، أعمل بعرق جبيني. فذهب هذا الرجل الصالح الفقير إلى أخيه أو إلى زميله وصاحبه القديم، فدخل عليه قال أريد أن أعمل. قال ليش؟ لما تريد العمل وعندك الآلاف من الدنانير؟ قال ليس عندي شيء الآن. قال أين أموالك؟ قال أنفقتها. قال في أي شيء؟ قال أطعمت الجياع وأنفقت على الفقراء والأرامل والمساكين والأيتام وبنيت وفعلت الخيرات. قال أجننت؟ أمجنون أنت؟ مالك الذي تعبت عليه أو مالك الذي ورثته تفعل فيه هذا؟ أمجنون أنت؟ انظر إلى جنتي، انظر إلى خيراتي، انظر إلى أموالي، انظر إلى زروعي. ثم أراد أن يمعن في إيذاء أخيه، قال لن أعطيك شيئا واحدا، ولن أعطيك درهما ولا دينارا، أنت لا تستحق المال، أنت تضيع الأموال، أنت لا تستحق الخير، لن أعطيك شيئا، لكن انظر إلى جنتي، انظر إلى خيراتي، انظر إلى الجنان، انظر إلى الزروع، انظر إلى الثمار، أنا أكثر منك وأفضل منك وأعز منك. واضرب لهم مثل الرجلين، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه النعمة ممن؟ من الله. لكن المجنون ما يدري أن المال مال الله، والزروع الله عز وجل هو الزارع لها، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا كله من الله جل وعلا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني الثمار ما كان ينقصها شيء، ما يفسد منها شيء أبدا. فتنة أليس كذلك؟ الثمار كلها ناضجة والزروع كلها طيبة، ما في آفة، ما في شيء يفسد. ومغرور هذا الإنسان وعايش في النعيم ما يدري أن هذا كله استدراج. وكان له ثمر، يعني ثمر كثير وخير كثير. فلما جاءه الفقير الصالح يطلب أن يعمل عنده، إيش قال له؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نثرا. شوف أراد أن يتكبر عنده وبين له أنت ترى ما عندك شيء، لا عندك الآن خدم ولا عندك حشم ولا عندك بيت ولا عندك أموال، أنا عندي كل شيء. شوف الفخر، شوف الكبرياء، شوف الغرور والعياذ بالله. ثم قال له ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شفت هذه الجنان وهذه الخيرات وهذه الزروع، هل تظن أنها راح تخلص يوم من الأيام؟ مستحيل مستحيل، إذا هذا راح هذا موجود، وهذا الثمر انقطع هذا الثمر موجود. مثل بعض الناس حاط له استثمارات في كل بلد ويقول لك يعني تتوقع يوم من الأيام راح أفلس؟ مستحيل. شو أنا أفلس؟ عندي عقار وعندي أموال وعندي شركات وعندي، لو يصير في أي بلد شيء عندي بلاد ثانية، عندي أموال تكفين وتكفي أحفادي وأحفاد أحفادي. مغرور هذا المسكين يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مو بس كذي، ما في يوم قيامة ضحكوا عليك قالوا لك في يوم قيامة وساعة وتنفق أموالك وتتصدق فيها يا المجنون، ليش كل هذا؟ عيش لدنياك بس، استانس في الدنيا، ترى لا في قيامة ولا في شيء. لا وبشرك إذا صارت القيامة بعد وصرنا في يوم القيامة، الله راح يعطيني جنة أحسن من هذه الجنة، لأن ما أعطاني في الدنيا إلا أنه يحبني، وإذا صارت يوم القيامة راح يعطيني جنة أحسن لأني أنا كريم على الله، وما أعطاني في الدنيا إلا راح يعطيني في الآخرة. شوف الغباء وشوف الغفلة وين توصل بالإنسان. وما أظن الساعة قائمة
كلماه ولئن رددت إلى ربي، حتى لو صارت يوم قيامة وصار يوم آخر، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. غفلة بعيدة، والله جنون، سمي غفلة، سمي اللي تسميه، ترى كثير من الناس مثله، كثير من أصحاب الملايين والشركات، حتى الصلاة ما يصلي، حتى الركوع ما يركع لله، حتى الاستغفار ليش استغفر، هو أصلا لا يؤمن بالآخرة. الدنيا أحيانا تنسي الإنسان وتعمي بصره. رد الآن الصالح على ذلك الفاجر المجرم، الصالح الآن الفقير رد عليه، شو يقول له؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يبي ذكره أصل الخلقة. أنت شنو أنت؟ أيها الغني الثري اللي لابس أحلى الملابس، واللي حولك الخدم والحشم، وتأكل أحلى الطعام وتجارات وجنان وزروع، شنو أنت؟ شفت التراب هذا اللي قاعدين نمشي عليه؟ ترى هذا أصلك وهذه خلقتك، وبعدين صرت نطفة، شنو النطفة بعد؟ من وين طلعت النطفة؟ فكر. بعدين الرب سواك رجل. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. شوف كأنه الآن يريد أن يعتذر إلى الله عز وجل. افعل ما تفعل، لكن أنا ربي الله، أنا استعنت بالله، أنا توكلت على الله، أنا رزقي على الله، أنا أرجو ثواب الله، أنا أرجو لقاء الله عز وجل، ولن أشرك بربي أحدا. افعل ما تفعل، سوي اللي تسويه. أنت لما تدخل جنتك، تدخل شركتك، وتعد أموالك، وتشوف أرصدتك، هل يوم من الأيام نسبتها إلى الله؟ هل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ أو أنك مغرور بقدرتك بأموالك، وما تنظر إلى أن هذه الأموال كما جاءت قد تذهب؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أي نعمة من النعم التي أعطاك الله إياها وأعطى غيرك؟ قل ما شاء الله، قل لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. شايفني أموالي ولا شيء وعيالي شوي، لكن شوف العاقبة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ما تدري، تنزل آفة من السماء، صاعقة من السماء، ينزل كارثة من السماء تدمر كل مزرعتك هذه تراح. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قد تصبح أرضك هذه الجنان والخيرات والزروع والثمار يوم من الأيام أرض ملساء. لا تتعجب، لا تستغرب، لا 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 تستبعد يوم من الأيام هذه الجنان والزروع والخيرات والثمار تصير أرض جرداء ملساء لا تستطيع حتى أن تمشي عليها. ليش لا؟ كل هذا النعيم قد يروح. شفت الشركات قد تذهب، أرصدة قد تضيع، الملايين فجأة تصبح صفر، بل قد تصير مدين يوم من الأيام. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قد يظن بعد ما تنزل صاعقة من السماء أقدر أزرعها مرة ثانية، لا، حتى الماي اللي قاعد تسقي فيه الزرع قد يذهب يوم من الأيام. شفت الماي اللي تسقي فيه زروعك، وجعلنا من الماء كل شيء حي، قد ينزل في الأرض فيصبح الماء غورا ولا تستطيع أن تخرجه ولا تستخرجه. ما فكرت في هذا يوم من الأيام؟ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قاعد يذكره لكن القلب غافل، كأن بينه وبين حجاب، المؤمن ينصحه وهذاك كافر،
ما في يوم قيامة، وإذا في يوم قيامة الله راح يكرمني وأنا أحسن منك وأنا أفضل منك وأنا ما الله أعطاني إلا لكرامتي، وهذا ينصحه ولا يستجيب له. طلع المؤمن الصالح خرج، وفجأة نزلت السماء بمثل الصاعقة، مثل النار التي تنزل من السماء، وإذا بهذه النار أو تلك الصاعقة تحيط بثمره كله، وإذا بالثمار كلها تحترق، والأشجار كلها تحترق، وإذا الزروع كلها تتدمر، وإذا به ينظر إلى جنتيه وإلى رأس ماله كله وإلى أعظم شركة بناها في حياته وعليها مستقبله واعتماده، نظر إليها تحترق أمام عينيه، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، يضرب كف على كف، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، سقطت كل الأشجار بعضها على بعض، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعدها أخذ يندم ويبكي، يا ليتني لم أعبد غير الله، لم أشرك به أحدا، يا ليتني عبدت الله، يا ليتني توكلت على الله، يا ليتني أعطيت المساكين والفقراء، يا ليتني آمنت بيوم القيامة وعملت لها. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أين الجنود؟ راحوا عنه. أين الخدم؟ خلوه. شبون فيه؟ فلوسه خلصت، خيراته راحت. وين الخدم؟ وين الحشم؟ وين أصحابه؟ وين المنافقين اللي كانوا حوله يتزلفون إليه؟ وين راحوا؟ لم تكن له فئة أبدا ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. كل صاحب نعمة لابد أن يعلم أن الولاية لله، أن بالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. معيب الواحد عنده أموال وشركات وثمار وجنان وخيرات، محرام أن الإنسان يكون غني وثري، لكن إياك أن تنسى حق الله عز وجل في المال، إياك أن يصرفك هذا المال عن طاعة الله جل وعلا. محرام تكون تاجر وغني وثري، لكن لا تنسى عبادة الله، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. الشكر بالفعل ليس بالقول، الشكر بالصلاة، الشكر بقراءة القرآن، الشكر بإطعام المساكين وإعطاء الفقير والمحتاج في أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. لا تقول أن الدنيا دائمة لي، من يقول هذا؟ جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. لا تقول أنا أموالي راح تخلدني، أموالي ما راح تزول، وأنا عندي استثمارات آمنة 100%. كذاب اللي يقول هذا الاستثمار آمن 100%، مستحيل، لأن الأمر لله عز وجل، يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الرزاق هو الله جل وعلا. اليوم غني بكرة فقير، اليوم فقير غدا غني، لكن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تخيل وهو يشوف كل أمواله تحترق أمام عينيه، تخيل وهو يرى أرصدته التي جمعها طوال تلك السنين كلها تضيع بين يديه، أي صدمة تلك. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أسأل الله أن تكون هذه القصة عبرة لنا في حياتنا، وإن شاء الله نعتبر بهذه القصص ونأخذ الحكم من قصص القرآن، ما أعظمها من قصص تثبت القلوب والأفئدة. هذه قصة أيضا من قصص القرآن، قصة بديعة، قصة رائعة، ذكرت بالتفاصيل في موطن واحد ولم تذكر في غيره من المواطن. قبل أن نبدأ بالقصة التي ذكرت بالقرآن، يقول ابن عباس في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل أحد الخطب، فسأله أحد الناس، قالوا يا موسى
أي الناس أعلم؟ من أعلم واحد؟ فقال موسى أنا، وهو كان بين قومه نعم هو أعلم الناس، لكنه ليس في الأرض أعلم الناس، فعاتبه الرب عز وجل. يعني لما لا يرجع الأمر إلى الله جل وعلا؟ لما لم يقل الله أعلم؟ ولم يقصد موسى عليه السلام شيئا. فقال الله عز وجل بلى، هناك عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، يعني يعلم أشياء أنت ما تعلمها يا موسى. فقال موسى أي ربي وكيف لي به، شلون أصل له؟ من تواضع موسى عليه السلام، مع أن ذاك العبد صحيح أنه نبي، والأنبياء كانوا في ذلك الزمن في نفس الوقت أكثر من نبي، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في قرية وهذا في قرية، بل في نفس القرية أحيانا أكثر من نبي، لكن مع أن ذلك النبي أقل مرتبة من موسى، لأن موسى من أولي العزم من الرسل، طبعا موسى أفضل منه، والصحيح أن ذلك الرجل نبي من الأنبياء وإن لم ينص على ذلك، مع هذا كان موسى متواضعا، قال ربي كيف لي به، شلون أصلح؟ فقال الله عز وجل يا موسى علامته أن تأخذ حوتا، يعني سمك، حوت في اللغة يعني سمك، فتجعله في مكتل، مثل كيس، مثل سلة، مثل شيء تضعه في المكتل، فإذا فقدت الحوت تقت هذا السمك في ذلك المكان سوف ترى هذا الرجل، امش روح باتجاه مجمع البحرين، أي بحرين الله أعلم، التقاء بحرين ببعضهم البعض في ذلك الزمن الله أعلم، لكن إذا فقدت السمك سوف ترى ذلك العبد من عبادي. أخذ معه فتاه يوشع بن نون الذي راح يصير نبي بعدين، أخذ موسى فتاه يوشع بن نون معه، وأخذ في السفر. موسى الآن يسافر لأي شيء؟ تدرون لأي شيء؟ سافر موسى لطلب العلم، شوفوا الله أكبر، موسى عليه السلام يسافر مع فتاه لطلب العلم، يريد أن يصل إلى مجمع البحرين، أي تواضع من موسى هذا، وأي حب للعلم هذا، يسافر النبي لأجل طلب العلم، والواحد فينا يمكن الكتاب عنده ما يحب يقرأه، الشريط عنده ما يحب يسمعه، مسد بقربه ما يذهب إليه، وموسى يسافر لطلب العلم، وأخذ فتاه معه وقال سوف نذهب إلى مجمع البحرين نبحث عن هذا العبد الذي عنده علم أتعلم منه، ووضع الفتى السمك في المكتل ومشى مع موسى عليه السلام. فوصل إلى صخرة فنام عندها موسى عليه السلام، فتحركت السمكة الميتة، سمكة ميتة في مكتل، أخذت تضطرب وتهتز، فشعر بها من؟ يوشع بن نون، نظر إليها سمكة ميتة تتحرك، اهتزت اضطربت تحركت، أخذت تمشي تتحرك، وين راحت؟ وهي تتحرك ذهبت إلى البحر، سقطت في البحر ومشت في البحر، وهي تجري في البحر كل مكان الطريق الذي تمشي إليه يصير جامدا، طريق السمكة صار جامدا في البحر، يعني واضح ما يتغير، ونظر إلى هذا المنظر يوشع بن نون فتى موسى وتحجب، لكنه لم يوقظ موسى عليه السلام لأنه نائم، دعه فإذا استيقظ أخبرته، فانتظر يوشع حتى قام موسى، فلما قام موسى عليه السلام نسي يوشع ابن نون أن يذكر موسى بالذي حدث، بأن السمك قد هرب من المكتل وتحرك. وإذ قال موسى لفتاه، بداية الرحلة، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أمشي لو سنوات ما يهمني لين أوصل لهذا العبد من عباد الله عز وجل، هذا الرجل الصالح. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، يجمد الماء مكان جريان السمك، الفتى شاف موسى ما شاف، فلما جاوزا قال لفتاه، مشوا راحوا مكان بعيد، وهم في الطريق قال موسى للفتى جهز لنا الغداء، هني تذكر الفتى السمكة، يوم قال للغداء تذكر الفتى السمك الحوت اللي كان في المكتل، قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا في السفر جهز الغداء. فتذكر الفتى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة
تذكر المكان اللي نمنا فيه عند الصخرة؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من أدب الفتى نسب النسيان إلى الشيطان. واتخذ سبيله في البحر عجبا. شيء عجيب، شفت السمكة المكان اللي كنا نايمين فيه؟ ترى أنا نسيت أقول لك، الشيطان نساني أن السمكة تحركت وبثت الحياة فيها وسقطت في البحر لوحدها وأخذت تجري في البحر. والله إنه لأمر عجيب عجبا. قال موسى أول ما سمع هذا الخبر قال له إيه، هذا اللي كنا ندوره، وهذه الآية وهذه العلامة، علامة وجود هذا الرجل الصالح أنني أفقد السمكة. لنرجع مرة أخرى، يمشون على آثارهم يقصون الأثر وين حنا كنا، يمشون مسافة طويلة مشوا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. أول ما وصل إلى الصخرة إذا برجل نائم مستلق على الأرض، هذا الرجل الذي يبحث عنه موسى. الغريب إن المكان الذي نام عليه الرجل صار أخضر، نبت فيه العشب. موسى لما كان نائم ما كان في عشب هنا، لكن لما نام الرجل كل المكان الذي نام فيه صار منبتا، صار عشبا أخضرا. قيل لهذا سمي بالخضر، كل ما بات أو استلقى في مكان أخضر المكان، كرامة من الله، وإذا كان نبيا فهي معجزة من الله جل وعلا. أول ما جاء موسى إلى هذا الرجل وجده مستلق، سلم موسى عليه السلام، رجل مغطى بالثوب، قال موسى السلام عليكم. فرد الرجل وقال لموسى وأنا بأرضك السلام. وين يجي السلام في أرضك؟ كأن الرجل يعرف عما يحصل لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل والفتن التي حصلت. فقال أنا موسى. موسى الآن يعرف بنفسه. فقال الرجل الصالح موسى بني إسرائيل، أنت موسى من بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. أنا عندي أشياء ما تعرف أنت، وأنت على علم من علم الله علمك لا أعلمه. شوف الأدب، أدب الرجل أيضا، أنت أيضا تعلم أشياء أنا لا أعلمها. قال هل أتبعك أمشي معك؟ قال ما راح تقدر، لن تستطيع معي صبرا. شوفوا بداية القصة الآن، أول ما وجد الرجل، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة. قيل الرحمة هي النبوة، ذكرت في كثير من آيات القرآن الرحمة النبوة، لأنه علم بعض الغيب الذي لا يطلعه الله إلا إلى أنبيائه ولا يوحي الله إلا إلى نبي. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، شوفوا أدب موسى عليه السلام مع أنه أفضل منه، موسى أفضل إنسان في ذلك الزمان، كليم الله، لكن شوفوا أدب طالب العلم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ما راح تتحمل يا موسى، راح تشوف أشياء ما راح تتحملها. قال راح أصبر إن شاء الله، وموسى وكل الأمر على الله، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف ما اعتمد على نفسه، اعتمد على رب العالمين، قال إن شاء الله راح أصبر ولن أعصي لك أمر، لأنك لو عصيتني، العبد الرجل الصالح يقول لموسى إذا عصيتني ترى ما راح تكمل وياي، ما راح تصبر. قال لا أصبر إن شاء الله. استأذن الفتى ورجع إلى قومه، يوشع بن نون رجع، بقي من الآن؟ بقي موسى والرجل الصالح، أو قل النبي الصالح، لأنه في الراجح أنه نبي، الخضر عليه السلام. مشي الآن في رحلة في طلب العلم، سفر مع نبيين، الخضر ويتبعه موسى. شوف أدب موسى، يتبع الرجل أينما كان يتعلم من علمه،
ما يرضى موسى. واحد يعرف شيء وأنا ما أعرفه، لازم أتعلم. وانظروا إلى همة موسى عليه السلام وحرص موسى عليه السلام، وين ما تروح أروح معك. مشيا على شاطئ من البحر، أراد أن يركب سفينة، فجاء الناس إلى السفينة وعرفوا الخضر عليه السلام، رجل عابد صالح في قومه، فلما رأوا الخضر أركب موسى مع الخضر إلى السفينة بلا ثمن ولا مقابل كرامة لهما. فركب موسى والخضر وهما في وسط البحر، إذا بطير يأتي على طرف السفينة وينقر نقرة في الماء في البحر، بحر العظيم، طير ينقر نقرة في البحر. فقال الخضر لموسى، قال يا موسى أرأيت إلى هذا العصفور هذا الطير؟ قال نعم. قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله، يعني ما مقارنة علمي مع علمك مقارنة بعلم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. الله أكبر، علمي وعلمك كل لو تجمعه بالنسبة لعلم الله، شفت النقرة هذه وشفت البحر كله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلم الذي يعلمه هو أصلا علم الله جل وعلا، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شيء عجيب، شوف الحكم من هذا الرجل من هذا النبي. فجأة موسى عليه السلام التفت إلى الخضر يسوي شيء عجيب، ماخذ فاس وقعد يضرب بالفاس على السفينة، يبي يخرق السفينة. الناس ما يشوفونه، الناس أكرموهم إكرام، شالهم بالسفينة، ماخذ هذا الرجل الخضر عليه السلام ماخذ فأس ويضرب بالفأس في السفينة، يضرب في الفأس بالفأس في السفينة حتى بدأ الماء سيغرق السفينة. فأسرع موسى عليه السلام بثوبه، نزع ثوبه وأخذ يضع ثوبه مكان الخرق ويبعد الخضر عليه السلام، وهو يقول له ماذا تصنع، ماذا تفعل، الناس أكرمونا والناس يعني تفضلوا علينا وانت جاي تريد أن تخرق سفينتهم. موسى عليه السلام ما صبر، فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. شيء عظيم اللي قاعد تسويه. شوف موسى عليه السلام لاحظ، ما قال لتغرقنا، مو خايف على نفسه ولا خايف على صاحبه، خايف على الناس. موسى عليه السلام طبيعته ما يترك الإنسان على خطأ، طبيعة موسى من منذ بدايته يقول حق المنكر منكر والمعروف معروف. حتى أمام فرعون موسى عليه السلام ما كان يخاف من أحد، ما كان يحابي أحد ولا يجادل أحد، في الحق يقولها أمام أي كان، ولهذا ما سكت. صج بيني وبينك واحد، لكن نسيانا الآن قالها، وكان يريد أن يصبر لكن من طبيعته غلبت، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فرد الخضر على موسى عليه السلام قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، مو قلت لك ما راح تصبر؟ قال نسيت، نسيت، لا تلومني، النسيان أخذني، لا ترهقني من أمري عسرا. قال ما يخالف. نزل الاثنان من السفينة وأخذ يمشيان، الآن سفر، سفر بين موسى والخضر يمشيان، إذا بهما يجدان أطفال يلعبون، صبية صغار يلعبون. أخذ الخضر يراقب الأطفال وموسى يشوفه، شو يسوي يراقب الأطفال، وفيهم طفل هو أجملهم وأحسنهم وجها وصغير يلعب مع الأطفال، فإذا بالخضر يترصده. فلما انفرد الطفل لوحده ما حد يشوفه من الناس، جاءه الخضر فمسكه وقتله مباشرة. قيل خلع رأسه وقيل خنقه، بأي طريقة المهم ذبحه. قتل الخضر طفلا صغيرا. موسى الحين مناسي عليه السلام، مناسي الوعد اللي بينه وبين الخضر، لكن أي وعد؟ طفل ينذبح. الآن القضية مو نسيان، القضية ما يسكت موسى عليه السلام. موسى يسكت عن هذا؟ ما يصير، هذا موسى عليه السلام الذي لا يرضى بالظلم أبدا. فرد موسى عليه السلام بغضب، قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نفس بريئة، طفل صغير ما عليه ذنب ولا على جريمة ولا على إثم،
شو تذبحه؟ طفل صغير مثل هذا تقتله؟ لقد جئت شيئا نكرا. المرة الأولى ايش قال؟ امرأة عظيم. لكن هالمرة لا، منكر كبير هذا اللي سويته. والقضية الآن مو أني ناسي، لا ما أقدر أسكت عن مثل هذا الأمر. لقد جئت شيئا نكرا. رد الخضر الآن أيضا بشدة. المرة الأولى ايش قال له؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هالمرة قال له ألم أقل لك، يعني زاد كلمة الآن لك، أنا مو قايل لك ما راح تصبر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لما هدأ موسى عليه السلام إيش قال له؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال له ما يخالف، إذا الآن أي اعتراض ما راح تمشي معي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى، وددنا أنه لو صبر، فقص علينا من القصص، يعني كان ودنا أن موسى يصبر أكثر بعد، مع أنه من أصبر الأنبياء موسى عليه السلام. ومع هذا لم يتحمل موسى عليه السلام ما يرى. مشوا موسى عليه السلام مع الخضر، ذهبوا أو ذهب إلى قرية اسمها يقول ابن عباس أنطاكيا، قرية التي اسمها الآن أنطاكيا. ذهب إلى هذه القرية فدخل إلى أهل القرية، وكان جائعين، موسى كان جائعا وكان الخضر جائعا، فاستطعم أهلها. كل ما يطقون باب يطردونهم، كل ما يريدون أن يضيفهم واحد يطردهم. قوم لئام، قوم أشرار، ما فيهم واحد زين ولا واحد استضافهم. فجلس وهما جائعين، شاف الخضر جدار بيطيح، طوفته بيطيح، فقال حق موسى قوم. قال شو بتسوي؟ قال هذا الجدار نبي نعدله. ساكت موسى، ما اعترض، خله، يعني مع أن الأمر غريب صح ولا، لكن موسى صابر. قام يساعده وبنى موسى مع الخضر الجدار، أصلح الجدار كله. قال له بعدين يلا نمشي. قال على الأقل البيت اللي صلح جدارهم قل لهم يعطونا أكل طعام، حنا جياع. هني موسى اعترض، وكان هذا العذر الذي فيه الفراق. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، قوم لئام بخلاء، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. خلاص، قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له خلاص الآن ما راح تخالطني ولا تصاحبني ولا تمشي معاي، لكن راح أقول لك ليش سويت هذه الأشياء الثلاثة. شفت السفينة التي خرقتها؟ الله أعلمني أن هذه السفينة إذا وصلت إلى الشاطئ كان في ملك ظالم، هذا الملك الظالم عنده جنود وقاعدين ناطرين عند الشاطئ يشوفون أي سفينة كاملة صافية من العيوب ما فيها ولا عيب، كان يصادرها الملك يأخذها غصب يغتصبها. وأنا عندن حطيت فيها عيب علشان الملك لا يأخذها، والمساكين ما عندهم غير هذه السفينة مصدرا للرزق. عرفت ليش خرقت السفينة؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذه واحدة. طيب الطفل ليش ذبحته؟ ليش قتلت الغلام النفس الزكية؟ هذا الغلام الله عز وجل أعلم به، يعلم أنه لو كبر سيكون كافرا، وعنده أبوان مؤمنين صالحين، فقد يرهقهما ويوصلهما إلى الكفر. الولد قد يجعل الوالدين يكفرون، إحنا خايفين على الأب والأم. ثم الولد إذا مات صغيرا ما عليه شيء، مرفوع عن القلم، خلي يموت الآن أفضل من أن يموت وهو كافر. أقتله الآن يصبر عليه الآباء والأمهات، وهذا فيه عزاء لمن مات ولده أو ماتت ابنته، قد يكون في هذا الأمر خير، لأنه سوف يرهقهما طغيانا وكفرا. هذا كله وحي من الله له، لأنه والراجح والله أعلم أنه نبي. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. طيب الثالثة، الجدار تبني لقوم لقبيلة كلها لئام، قال إيه هذا الجدار كان تحت كنز، وإذا طاح الجدار حيطلع الكنز. شنو قصة الكنز؟ كان هناك أب، وهذا الأب كان صالحا في هذه القرية يعيش، وكان عنده غلامين يتيمين صغار، وهذا الأب كاد أن يموت وعنده أموال، خاف أن إذا مات القرية لئام يأخذون فلوسه ويخلون عياله بدون فلوس. قال شو أسوي، ما وجد مكان يخفي الأموال فيه إلا البيت، حفر ووضع الكنز وبنى فوق جدار، قال عيالي إذا كبروا الجدار راح يطيح، يعيدون بناء يشوفون الكنز، هذا أفضل طريقة. لكن للأسف كاد الجدار أن يسقط والغلامان لا زال يتيمين صغار، إلى الآن ما كبرا، يعني الناس راح يكتشفون الأمر ويطلع الكنز وراحت عليهم مساكين الأطفال. لكن كرامة الأب الصالح، هل يضيع الله أولاده؟ أبدا. أرسل الله أفضل رجلين في الأرض ليبني لليتيمين الجدار، ويحفظ الله لليتيمين المال كرامة لأبيهما الصالح الذي مات منذ زمن. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. شفت كل هذا الذي فعلته؟ خرقي للسفينة، قتلي للصبي، بنائي للجدار، وما فعلته عن أمري. مو مني هذا كله، هذا كله من رب العزة الذي أوحى إلي وأنا فعلته، وهذا هو التفسير. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. الشيء في ظاهره شيء، لكن في حقيقته شيء آخر. في ظاهره إفساد للسفينة وقتل للصبي وبناء للجدار بلا سبب، لكن في حقيقته أمر أكبر وأمر أعظم. لاحظ القصة، لما خرق السفينة شنو قال؟ أردت أن أعيبها، لأن في ظاهر الخرق خرق السفينة شيء مو زين، فنسب الفعل لنفسه. لما قتل الصبي إيش قال؟ قال فأردنا، يعني حنا اللي سوينا هذا الشيء، لأن ظاهر القتل مو زين وظاهر خرق السفينة مو زين. لكن لما بنى الجدار نسب الفعل لمن؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، نسب الإرادة إلى الله. شوفوا الأدب مع ربه، ليس من أمره، رحمة من الله جل وعلا، علمناه من لدنا علما، علم من الله جل وعلا علمه لهذا النبي. لا يقول أحد من الناس أنا أعلم إنسان، ولا يفتخر بالعلم الذي عنده، مهما تعلمت فوق كل ذي علم عليم. اطلب العلم ولو كان من إنسان أقل منك شأنا، أو أصغر منك عمرا، أو أقل منك مرتبة، لا بأس من تعلم العلم من أصغر الناس سنا أو أقل الناس شأنا. من أراد أن يتعلم العلم يسافر، يمشي، يتحرك، يتأدب مع معلمه، مهما خالف معلمه فإنه يتأدب معه. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انظروا إلى أدب موسى عليه السلام مع معلمه، وإن كان أقل منه شأنا. قصة فيها عبر كثيرة، فيها فوائد كثيرة، فيها حكم كثيرة، لكن حسبنا أن نعرض القصة، وكلما قرأناها يوم الجمعة نتذكر هذه الحكم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قصة فيها العبر، وأي عبر ومواعظ وحكم، وأي حكم تثبت قلوب المؤمنين وتنير الدرب لهم. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة. هذه قصة أيضا ذكرها القرآن ومر عليها، وسألت اليهود النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القصة. كما ذكرنا سابقا أن المشركين لما ذهبوا إلى اليهود يطلبون منهم بعض الأشياء التي يسألون بها النبي يعجزوه بها، فسألوه عن ثلاثة أمور، عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وذكرنا قصتهم أصحاب الكهف، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح. أما الرجل الطواف فها هي قصته في سورة الكهف أيضا، يقول الرب عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. من هذا الرجل الطواف؟ اختلف العلماء هل هو نبي أم رجل صالح، والصحيح أنه عبد صالح،
ذو ملك عظيم وقدرات أعطاه الله عز وجل إياها، كرامات. هذا العبد الصالح ملكه الله الأرض وأعطاه العلم والحكمة، بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ذو قدرة نافذة، ورجل ذو حكمة بالغة، ورجل أعطاه الله عز وجل من القوة ما لم يعط غيره. طاف الأرض شمالا وجنوبا، مشرقا ومغربا، ملك الأقاليم، قهرها بعدله وحكمته. هذا الرجل يسمى ذو القرنين. ليش سمي ذو القرنين؟ اختلف العلماء، قال بعضهم لأن في رأسه مثل القرنين بارزان، وقال بعضهم لا، ذو القرنين لأنه بلغ قرني الشمس المشرق والمغرب. وقيل أنه عاش في زمنه قرنان من الناس، عاش زمنا طويلا، وأثناء هذه الفترة مات قرنان من الناس، ولهذا سمي ذو القرنين. ذو القرنين رجل عبد لله صالح، يجوب الأرض، ينشر العدل، يحكم بشرع الله جل وعلا، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر. لنسمع طرفا من رحلاته. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. اسمعوا شيئا من خبره وشيئا من رحلاته الكثيرة التي جاب بها الأرض. رحلة إلى المغرب، أي إلى مغرب الأرض من جهته التي بدأ السفر فيها. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. كان يتخذ بالأسباب، صح أن كان متوكل على الله جل وعلا، لكن يتخذ السبب، فكان يبني ويصنع ويفعل ويجوب الأرض ويتحرك ويمشي ويأمر وينهى، يبذل الأسباب ويتبعها مع أنه متوكل على الله جل وعلا. رحلته إلى المغرب، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. أي رأى الشمس تغرب، هو الآن يشوف الشمس تغرب من جهة، ومكان الذي غربت وانتهى الأفق فيه ورأى الشمس تغرب، كانت الأرض فيها عين حمئة، يعني كان فيها ماء وطين، المكان الذي انتهى الأفق والشمس تغرب في ذلك المكان. ذهب ذو القرنين إلى جهة غروب الشمس في أي بلد بالذات وبالتحديد الله أعلم، لكن بالنسبة له كان في المغرب، أي مغرب الشمس. وصل إلى هذا المكان الذي فيه العين الحمئة، ماء وطين، تخيل، ربما مستنقعات، وربما نهر قد ركد ماؤه، وربما ماء من السماء نزل مطر وصارت الأرض كلها طين، الله أعلم. المهم العين حمئة، ماء وكل طين. ووجد عندها قوما، شاف قرية كاملة تعيش عند هذه العين. وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. هؤلاء القوم كانوا كفارا، لم يكونوا مؤمنين بالله جل وعلا، وكان ذو القرنين رجل صالح لا يرضى أن يعبد غير الله. فلما رأى أولئك الناس لا يعبدون الله جل وعلا، الله جل وعلا ألهمه، كأن الله عز وجل يريد أن يختبره، يسأله ماذا ستفعل معهم. الآن جئت إلى قوم ليسوا بمؤمنين وأنت مؤمن وتحكم بالدين والإسلام وشريعة الله جل وعلا، طيب هؤلاء الناس ليسوا بمؤمنين، هؤلاء الناس ماذا ستفعل فيهم يا ذا القرنين؟ انظروا إلى إجابة ذا القرنين مع أولئك القوم الكفار، لم يقتلهم، لم يشن عليهم حربا، لم يبدأهم بالسيف، ولكنه عرض عليهم الدين أولا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
ماذا ستفعل؟ تحسن إليهم أو تحاربهم وتقتلهم؟ شوفوا العدل وشوفوا الحكمة. قال أما من ظلم، أي دعوناه إلى الإسلام لكنه أصر على الكفر، دعوناه إلى التوحيد فأصر على الشرك، دعوناه إلى الدين فأصر على الكفر به، فهذا لابد أن يعاقب حتى يرجع إلى الله جل وعلا. أما من ظلم فسوف نعذبه، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي في الدنيا نحن نعذبه، نعاقبه، نحبسه، نجوعه، نضربه، نفعل أي شيء، لكن حتى يرجع إلى الله جل وعلا. يعني هذه شريعته، وهذه هي الأحكام التي كان يتعبد الله عز وجل بها، وهذا من تمام الحق والعدل. لأن الناس أحيانا يأتون إلى الدين يعني بالرغبة، وأحيانا إذا منعوا نشر الدين ومنعوا انتشاره في الأرض يحرمون غيرهم، فلا بد أن يقاوموا حتى يدعون ننشر الدين في الأرض. لأن من الناس هو لا يريد الإيمان، طيب لا كراهة في الدين، لكن المشكلة أنه يحاربك ويمنعك عن تبليغ الدين ويحرم الدين عن الناس وعن الخلق، هذا لابد أن يقاوم حتى لا تكون فتنة في الأرض. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني عذاب الدنيا ولا شيء، لكنه إذا لقي ربه على كفره وشركه وعناده فالعذاب الشديد يوم القيامة. طيب من استجاب لك يا ذا القرنين؟ ماذا ستفعل له؟ وأما من آمن، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، سوف نجازيه ونعامله بالحسنى ونكرمه، وهذا مصيره في الدنيا، أما في الآخرة فله الجزاء الحسن. هذا لمن آمن وعمل صالحا، هذا هو العدل، أن يحاسب المقصر الظالم المعتدي أن يوقف عند حده، والمحسن أن يقال له جزاك الله خيرا ويشكر ويجازى بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله عز وجل أمر الملوك والحكام والقضاء وكل من ولاه أمر المؤمنين، قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، أي إذا وليتم أمرا من أمور المسلمين احكموا بالعدل. وذو القرنين كان رجلا صالحا عابدا ملكا، مع هذا كله كان رجلا عادلا، بعد ما انتهى من القرية ونشر الإسلام والدين فيها والتوحيد والعقيدة الصحيحة سار ذو القرنين. الآن بأي اتجاه سار؟ الآن سار بعكس الاتجاه، صار يعني كان في المغرب سار باتجاه المشرق، مشرق ماذا؟ مشرق الشمس. أين مشرقه في ذلك الوقت؟ الله أعلم. أين كان حتى ذهب إلى المشرق؟ أيضا الله أعلم. ثم أتبع سببا وأخذ يمشي ويسير في الأرض يتجول فيها، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، سيروا في الأرض انظروا، أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الصلاح وأهل الفجور، ترونهم في الأرض، نأمر هذا وننهى ذاك. سار الرجل في سفره وكان رجلا طوافا في الأرض، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ذهب إلى جهة مطلع الشمس بالنسبة له، المشرق بالنسبة له، وجد قوما غريبين. هؤلاء القوم إما وجدهم يعيشون بلا مساكن تكنهم، ما في بناء يمنع الشمس منهم أو الضوء منهم أو الحرارة منهم، أو أن هؤلاء القوم كانوا عراه لا يلبسون الثياب ولا شيء يسترهم، قوم أمة من الأمم ما عنده، إما يعني أحد التفسيرين أن ما عندهم بيوت تسترهم من الشمس، أي بناء قد منوه، يعيشون هكذا إما في غابة أو في صحراء أو في إدغال أو في أي مكان، أو أنهم لا يلبسون الملابس التي تسترهم. ثم أتبع سببا حتى
إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما كان عندهم شيء يسترهم من الشمس، إما ما في مباني أو ما في ملابس تسترهم من الشمس. قوم جلس معهم ذو القرنين كان يذكرهم في الله وينصحهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا، كلما مر على أمة من البشر دعاهم إلى الله جل وعلا كذلك. وقد أحطنا بما لديه خبرا، وأخذ يمشي. أين ذهب هذه المرة؟ ذهب بجهة بين المشرق والمغرب، ربما باتجاه الشمال، باتجاه الشمال في زمنه الشمال، وأيضا باتجاه المشرق بالنسبة إلينا الآن الشمال الشرقي في تلك البلاد، من جهة الشمال صوب تركيا الآن وما بعد تركيا وتلك الدول في الجهة الآسيوية والأوروبية، الله أعلم أين سار ذو القرنين. المهم بين المشرق والمغرب، ثم أتبع سببا حتى وصل إلى مكان بين جبلين عظيمين، أمة من الأمم تعيش بين جبلين، سمي سدان، سد من هذا الجانب وسد من هذا الجانب، والأمة التي تعيش بينها أمة لا تعرف الكلام، تتكلم بلغة أخرى. كيف تفهم معهم ذو القرنين؟ الله أعلم. لا يكادون يفقهون قولا، لا يفهمون كلاما ولا يفهم كلامهم. ربما كان هناك ترجمان بين الفريقين، وربما بالإشارات، وربما بطريقة أو بأخرى أخذ يتفاهم معهم. ما المشكلة لما رأوا ذا القرنين ويعلمون عن أخباره وعن ملكه العظيم وعن قدرته وعن صلاح هذا الرجل وعن عدله؟ استغاثوا بذي القرنين. حتى إذا بلغ بين السدين، بين جبلين، وجد من دونهما قوما، أمة تعيش بين الجبلين، قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما يفهمون كلامه ولا يفهم كلامهم. كيف تم التفاهم؟ بطريقة أو بأخرى. فإذا بهم يشتكون إليه يقولون: كل فترة يأتينا قوم من البشر، أجسامهم غريبة، بعضهم قصار بعضهم طوال، صغار الأعين. هؤلاء الناس أمة كبيرة من الأمم، يتناكحون ويتناسلون، أولادهم كثر، أحيانا يأكلون البشر، يأكلون الناس ويفسدون في الأرض، لا يتركون أخضر ولا يابس. من هؤلاء؟ قالوا: اسمهم يأجوج ومأجوج، كل فترة يأتون إلينا، يخرجون من بين الجبلين، يأتون إلينا من بين الجبلين، فتحة مكان مفتوح، يأتون إلينا من هذا الطريق فيفسدون الأرض بمن فيها، لا يتركون لنا لا مال ولا شياه ولا ماشية ولا زروع ولا ثمار، حتى البشر يأكلونهم، قوم مفسدون في الأرض، اسمهم يأجوج ومأجوج. من أين جاءت الكلمة؟ قيل هي أصلها لغة عربية، قالوا أصل لغة أو كلمة يأجوج ومأجوج أصلها عربية، من النار إذا تأججت، أو من الماء إذا ماج، يأجوج ومأجوج، وقيل غير ذلك. قالوا: يا ذا القرنين، نعطيك ما تريد من الأموال وما تريد من الثمن وما تريد من الأجرة، لكن اجعل بيننا وبينهم حاجز، امنع هؤلاء الناس، هم من بني آدم، امنعهم عنا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ تريد ثمن؟ تريد مقابل؟ تريد مكافأة؟ أي شيء تريد، لكن امنع هؤلاء الناس منا. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني الواحد يسوي أي شيء، لكن على الأقل نعيش مرتاحين. الأمن، الأمن نعمة عظيمة، إن الإنسان يعيش
وما يدري العدو متى يدهمه، وما في بينه وبين العدو أي حاجز، ما في قوة تحميه، كيف تعيش أمة بهذا الخوف؟ أمة محاصرة، في أي لحظة يقتحم يأجوج ومأجوج، لا يدعون لهم أطفال ولا نساء ولا زروع ولا ماشية ولا بيوت ولا شيء. أمة مفسدة في الأرض، عدو لا يراعي ولا يعني يحابي، عدو لا يرقب في الناس إلا ولا دمح، تدفع أي شيء من أموالك علشان تمنع هذا العدو عنك. وأي عدو، إنهم يأجوج ومأجوج، سنأتي على قصتهم بعد هذه القصة، لكن السؤال ماذا سيفعل الآن ذو القرنين مع هذه الأمة التي ما تعرف حتى الكلام؟ إيش راح أسوي لهم؟ هل يقبل ذو القرنين هذه المكافأة على أن يساعدهم؟ إنه الرجل صالح، إنه يعمل لله عز وجل، لا ينتظر المكافأة من الناس ولا الأجر من عند الناس، إنه يتعامل مع رب العزة، هو يجوب الأرض لينشر العدل فيها والأمن فيها، هو يريد أن ينشر دينه، لا يريد المال ولا المكافأة. قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد خرجكم ولا أريد مكافأتكم ولا أبي فلوسكم، كلا خلوا حكم، أنا أستعين بالله عز وجل، وما أعطاني الله خير مما تعطوني إياه، أفضل من أموالكم مكافأتكم، لكن أبي منكم شيء واحد. قالوا ماذا تطلب يا ذا القرنين؟ أي شيء أطلبه، نحن نعطيك إياه، فقط امنع يأجوج ومأجوج عنا. قال أطلب أن تساعدوني، يعني تريدون أن تمنعوا يأجوج ومأجوج، لا تنامون تجلسون، لا قوموا تحركوا، قوموا وساعدوني، أنا أريد يدكم معي، فأعينوني بقوة. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، أجعل سدا بينكم وبين يأجوج ومأجوج. طيب ماذا سنفعل الآن؟ قال أول شيء نأتي بالحديد، أخذوا يقطعون الحديد قطعا قطعا، يجمعون حديد ويقطعون الحديد قطعة قطعة، وكلما قطعوا قطعة من حديد رموها في الطريق الذي يعني يؤدي إلى يأجوج ومأجوج، الذي يدخل منه يأجوج ومأجوج، كان طريقا بين الجبلين، فأراد ذو القرنين أن يغلق هذا الطريق حتى يحبس يأجوج ومأجوج في ذلك الوادي وفي ذلك المكان، ما كان عندهم مكان يخرجون منه إلا هذا الطريق اللي بين الجبلين، فأفضل راي أنه يسد هذا الطريق، إذا أغلق هذا الطريق انتهى، حبس يأجوج ومأجوج في ذلك المكان. فإذا به أول شيء يأتي بقطع الحديد يرميها قطعة قطعة، ويأتي بالقطع ويرميها بين الجبلين حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين يعني الجبلين، ساوى بينهما يعني جعل الحديد بمستوى الجبل، رفع رفع الحديد 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 فوق بعض البعض، قطعة فوق قطعة، قطعة فوقها قطعة، قطعة فوقها، لين وصل إلى مستوى الجبل. تخيلتم الآن المكان كله أغلق، طيب كيف نثبت الحديد؟ ما في إلا نجعل النحاس المنصهر يملأ الفراغات بين الحديد، فإذا به يأتي بالقطر النحاس، جاء بالنحاس وأشعل النار وقال للناس انفخوا، أي أججوا النار، وهم يأججون النار وهو يأتي بالنحاس على النار، ويذوب النحاس، وكلما ذاب النحاس صبه بين الحديد، يصب النحاس وين؟ بين الحديد، حتى تماسك البناء كله لين ملأ كل الفراغات اللي بين الحديد، فصار البناء متماسكا حديد ونحاس. تخيلوا الآن البناء العظيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، قطع من الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، لين ملأ الطريق الذي بين الجبلين، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا، صهر النحاس، قال آتوني أفرغ عليه قطرا،
فصب النحاس المنصهر على الحديد فملأ الفراغات فتماسك البناء. ما أعظمه من بناء، وما أقواه من سد، وما هذه القدرة التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ إنه علم وفهم وقوة. فإذا بيأجوج ومأجوج ينتبهون، فأسرعوا إلى البناء هذا، يريدون أن يهدموه، يتدافعون، يريدون أن يهدموا هذا البناء، أو يحفروا فيه حفرة، أو يخرقوا فيه نقبا. فحاولوا وحاولوا وحاولوا، لكن ماذا يفعلون أمام حديد ونحاس منصهر متماسك؟ بناء عظيم جدا، ما استطاعوا أن يحفروا النقب. إذن ما في حل إلا أن يصعدوا على السور ويتسلقوا. حاولوا صعوده أيضا لم يستطيعوا الظهور عليه، الصعود فوقه، ولم يستطيعوا أي حفرة يحفروها فيه، لم يستطيعوا لا هذا ولا هذا. فما استطاعوا أن يظهروا، أن يتسلقوا عليه، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ثم التفت ذو القرنين، والناس فرح الآن مستبشرا، كأنه النصر على الأعداء، وكأنه الأمن بعد خوف من السنين. فرح الناس واستبشروا، أراد أن يذكرهم بالله جل وعلا أن كل هذا ليس بقوتي ولا قوتكم، لا قدرتي ولا قدرتكم. أراد الداعية أن يدعوهم إلى الله جل وعلا، فقال: قال هذا رحمة من ربي. هذا كله من الله، من يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. هذا كله من الله، يشكر الله واعبد الله وتوجه إلى الله. تدرون ليش؟ لأن ما في أمن دائم، ما في في الأرض أمن دائم إلا إذا عبد الإنسان وربه. إذا تخلى عن عبادة الله وارتكب المعاصي مرة أخرى، شفت هذا السد كله ينهار مرة ثانية. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، يدك هذا السور كله، وهذا الحصن يهدم مرة أخرى. أراد أن يربطهم بربهم جل وعلا. لا تأمنوا أمنا مباشرا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. متى يأتي وعد الله؟ صح أن في آخر الزمان لما ينتشر الشر ويكثر الفساد في الأرض، ويل للعرب. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وكانت زينب عند زوجته، قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا، وحلق بالإبهام والسبابة، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. فخافت أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون، فينا المصلون الساجدون الراكعون، ونهلك؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الفساد، لا ينفع المصلي والمتصدق والصائم إذا كان الغالب على الناس هو الخبث وهو الفساد. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. هذه القصة الآن لذي القرنين، الرجل الصالح الذي يجوب الأرض، ليس نبيا بل إنه عبد صالح، أعطاه الله كرامات وسير له وسخر له قدرات، وكان رجلا عادلا صالحا أمينا داعيا إلى الله جل وعلا، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اختلف الناس في اسمه، العلم فيه عند الله جل وعلا، لكن يهمنا أنه رجل صالح ملكه الله مشارق الأرض ومغاربها، وقهر الناس بالعدل وسيرهم على دين الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش وإياكم في رحاب كتاب الله جل وعلا، أعظم الكتب وأصدق الحديث، إنه كلام الله جل وعلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
نعيش وإياكم جزءا من هذا الكتاب العظيم، وهو جزء القصص التي نثرها الرب عز وجل في هذا الكتاب بين سوره، من البقرة إلى الناس، سور تناثرت فيها القصص. قال الله عز وجل فيها: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه القصص فيها العبر، فيها الثبات، تثبيت العبد على دين الله جل وعلا يكون بهذه القصص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب ويطارد ويخرج من بلده ويجوع أصحابه، وتنزل القصص تثبت قلبه. هذا يضربه، وهذا يشتمه، وهذا يمنعه من الدعوة، وهذا يقتل أصحابه، هذا يجر بلال، وهذا يجلد عمار، وهذا يقتل أمه، وهذا يحرق خباب. الصحابة يتعذبون والقصص تنزل. ما هدف هذه القصص؟ ولما ينزلها الرب عز وجل؟ هذه القصص لتثبيت قلوب المؤمنين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. عندنا ألبوم سميناه قصص الأنبياء، وفي هذا الألبوم سوف نتكلم عن قصص القرآن التي لم تذكر في تلك القصص، قصص بعضها يتعلق بالأنبياء لكن ليس مباشرة، وبعضها لا علاقة له بقصص الأنبياء لا من قريب ولا من بعيد. نتكلم عن هذه القصص ليس من باب التسليح، ليس من باب قضاء الوقت، ليس من باب تقطيع الفراغ، لا والله، فكل قصة لها هدف، بل كل آية في القرآن وكل كلمة وكل حرف له هدف وله مقصد. إذا سمعت هذه القصص علمت كيف ثبت الله عز وجل فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو القصص الحق لم يأتي إلا من رب العزة، من أين سمعها النبي؟ لو مررت على قصة هاروت وماروت، أو جاءك خبر قصة البقرة في بني إسرائيل، أو سمعت بخبر جالوت وطالوت وما الذي حدث بينهما، أو مررت على قصة صاحب الجنتين أو أهل الكهف أو ذي القرنين أو غيرها من القصص، من أين جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من أين سمع بها؟ أكبر دليل على أنه ما نطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه القصص تنبه الإنسان من رقدته، من غفلته، عندما يسمع قصة أمة من الأمم كسبأ وما الذي جرى لهم ينتبه. أشكر نعمة الله جل وعلا لما يسمع قصة صاحب الجنتين وما الذي فعله الرب عز وجل به بعد أن كفر نعمة الله، ينتبه الغافل ويتعظ النائم. قم من غفلتك، قم من رغدتك، انظر ما الذي فعله الرب بالأمم السابقة. من أطاع الله ماذا كان مصيره؟ ومن عصى الله عز وجل ماذا كان جزاءه؟ تسمع في هذه القصة وفي تلك القصة عاقبة المتقين وعاقبة الظالمين. حتى لا نطيل عليكم بأهداف القصص لأن أهدافها كثيرة، لندخل وإياكم في أول القصص ذكرها الرب عز وجل في سورة البقرة، وسمى السورة الكبيرة أكبر سورة في القرآن باسمها. إيش معنى صارت سورة البقرة باسم هذه القصة؟ قصة البقرة، بقرة من؟ بقرة بني إسرائيل. الآيات والسورة فيها قصص كثيرة، وفيها أعظم آية في القرآن
وفيها آخر آيتين من أعظم الآيات في كتاب الله. إيش معنى صارت السورة؟ باسم البقرة. إليكم هذه القصة. جاء في الخبر أن رجلا من بني إسرائيل كان غنيا ثريا، عنده مال عظيم، مال كثير، لكنه كان عقيما، ما كان عنده وارث، وكان له ابن أخ لئيم. ابن الأخ ينتظر وفاة هذا الرجل ليرث ماله. مرت السنون ولم يمت هذا الرجل، فماذا صنع هذا الشاب؟ مكر مكرا بهذا العم. جاءه في ليلة ظلماء لا يسمع به أحد ولم يشعر به أحد، فارتكب جريمته وقتل عمه، وأخذ الجثة بالليل وحملها ولا أحد يعلم، والناس نيام وبنو إسرائيل غافلون، لا أحد يسمع بالجريمة. أخذ هذه الجثة ورماها عند بيت أحد الناس ليتهمه. فأصبح الصباح ووجدوا الناس جثة هذا الرجل الثري، فقامت قبيلته وقام قومه إلى القبيلة الأخرى التي وجدوا الجثة عندها، أرادوا قتالهم، وثارت مقتلة كادت أن تعصف ببني إسرائيل. فجاء الحكماء وقال بعضهم لبعض، قالوا لهم: لم تتقاتلون وفيكم نبي الله؟ من نبي الله؟ كان موسى عليه السلام موجودا. فيكم نبي الله، لم تتقاتلون وهو فيكم؟ قالوا: ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قال بعضهم: اذهبوا إلى موسى فقصوا عليه الخبر فيسأل ربه ويخبركم من قتل هذا الرجل وينتهي الأمر. فذهبوا إلى موسى عليه السلام، قالوا له: هذا الرجل قتل ولا نعرف قاتله، سل ربك من قتله. قال: فإذا فعلت هذا وأجابكم الوحي وجئتكم بالخبر، أتشكرون الله؟ قالوا: نعم. أتستجيبون لما أمركم الله به؟ قالوا: نعم. فذهب وسأل ربه وصلى وسجد ودعا ربه جل وعلا، فطلب الله عز وجل من موسى أن يأمر قومه أن يذبحوا بقرة، أي بقرة يتقربون بها إلى الله. جيبوا بقرة، اذبحوها، تقربوا إلى الله، يخبركم كيف مات هذا الرجل ومن قتله. لكن بني إسرائيل ما في فائدة، هل يستجيبون؟ هل يمتثلون؟ ما طلب الله منهم شيئا، بس بقرة تقربوا بها إلى الله. لكنهم بنو إسرائيل، هم بنو إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تدرون إيش ردوا عليه؟ قالوا: حنا نأتي إلى نبي الله ونقول له ما أخبرنا من قتل هذا الرجل، ويقول لنا اذبحوا بقرة. قام يضحكون ويضرب بعضهم كف بعض ويقولون: انظروا إلى نبي الله كيف يستهزئ بكم ويستهزئ على أوامر الله ويستهزئ بدين الله، ويضحك عليكم يقول لكم اذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا. غضب موسى عليه السلام: أنا أستهزئ وفي شنو؟ في آيات الله؟ أنا أستهزئ في أوامر الله؟ أنا أستهزئ بدين الله؟ يعني لو قلت شيء ثاني؟ قلة أدب مع موسى عليه السلام، ما احترموا نبيهم، هم أصحاب الحاجة، هم الذين يريدون معرفة الآن الخبر، ومع هذا قلة الأدب في بني إسرائيل لا تنتهي وليس لها حدود حتى مع نبي الله. قالوا: تضحك علينا، تستهزئ فينا، نطلب منك طلب وتقول اذبحوا بقرة؟ رد عليهم موسى بغضب، قال لهم: قال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله، يعني الواحد يمكن يستهزئ ويعصي ربه، لكن يستهزئ في الدين؟ يستهزئ في أحكام رب العالمين؟ هذا والعياذ بالله ردة. يستهزئ الإنسان على ربه وعلى آيات الله وعلى أوامر الله؟ لكن بني إسرائيل ما يعرفون شيء اسمه نبي، قتلوا 70 نبي على صخرة واحدة. تخيلوا: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا 70 نبي على صخرة واحدة في فلسطين، ويفتخرون أننا قتلنا الأنبياء. ولما ظنوا أنهم قتلوا عيسى، ظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، جاءوا إلى الناس. شوف الواحد لما يفعل جريمة يستر على نفسه،
قالوا يفتخرون إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، ويقولون رسول الله ويقولون قتلناه. شوفوا الخبث وشوفوا قلة الأدب حتى مع رب العزة. الآن الطلب شنو؟ اذبحوا بقرة وينتهي الأمر، ارجعوا لموسى عليه السلام. شددوا فشدد الله عليهم، لو ذبحوا أي بقرة كانت، صغيرة كبيرة ضعيفة هزيلة مريضة عرجاء، لأن موسى قال بقرة، أي شيء اسمه بقرة لو ذبحوها لا كفت وفت. لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. جاءوا يسألون موسى عليه السلام شنو هذه البقرة؟ بقرة يا جماعة شنو بقرة؟ يعني ترى السؤال غريب، السؤال فيه أيضا نوع من الاستنكار. واحد تقول له ائتني بخروف، يقول لك شنو الخروف؟ شنو الخروف؟ خروف. ائتني ببقرة، اذبح بقرة بعد شنو تسأل ما هي؟ شوف السؤال، ما قالوا يعني في البداية صف لنا البقرة، لا قالوا ما هي، كأنه ما عارفين شنو معنى البقرة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. سبحان الله، ترى السؤال غريب لكن إذا خرج من بني إسرائيل مو غريب. قوم جبلوا على هذا، قوم فقط فيهم العناد، فقط فيهم التجديد، فشدد الله عز وجل عليهم. فرد عليهم موسى، سأل ربه يا رب حدد لي هذه البقرة، أوصف لي أوصافها. فجاء التشديد الآن، شددوا فشدد الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الآن التشريع ينزل، لا تسأل أكثر، خلاص جاءك الأمر سو أي شيء وانتهي الأمر، الله رحيم. لكن هم في نزول التشريع شددوا فشدد الله عليهم. فأخبرهم موسى أن هذه البقرة لا كبيرة ولا صغيرة، لازم يكون عمرها وسط، ما تكون كبيرة جدا فارض ولا بكر صغيرة جدا، عوان بين ذلك. أول شيء يعني كانت أيضا الشرط الأول سهل، بعد سهل هذا الشرط أن ما تكون كبيرة جدا ولا صغيرة جدا، مليء الأبقار عندهم، لكن حتى هذا الشرط ما اكتفوا به. قال إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ولاحظوا معي، لاحظوا معي سوء الأدب من بني إسرائيل، ما يقولون ربنا، ادعوا لنا ربك، ما يقولون ادعوا لنا ربنا، ربنا وربك، لا شوف حتى الأسلوب كأن هذا الرب مو ربنا احنا، ربك انت، مع انهم مؤمنين ترى، مع انهم آمنوا بالله وآمنوا برسوله ونجاهم الله من فرعون وأخرجهم من 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 غرق البحر وكل هذا، مع هذا يقولون لموسى ادعوا لنا ربك. قلة أدب ليس بعدها قلة أدب. الله أراد أن يخبر بهذه القصة سوء تعامل بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني بسرعة بسرعة استجيبوا لله. الواحد أول ما ينزل عليه الأمر مباشرة، الذين استجابوا لله والرسول. شوف الصحابة قالوا له لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. قال المقداد قال والله لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إحنا ما نتركك يا رسول الله، أينما خضت منا نخوض معك. هكذا أهل الإيمان يستجيبون لله ورسوله. جاءهم الأمر يلا، لا صغيرة جدا ولا كبيرة جدا، اذبحوا أي بقرة. جاءوا مرة ثانية يسألون بنفس الأسلوب، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. اشتبهوا في اللون يا جماعة، أي بقرة وخلاص، لا حدد لنا لون معين عشان نذبح فيه. فرد عليهم موسى عليه السلام قال يجب أن تكون هذه البقرة صفراء، مو أي صفراء، لا فاقع لونها، يعني شديدة الصفرة، تسر الناظرين، يعني البقرة إذا شفتها لا هي ضعيفة ولا مريضة ولا فيها عيب. شوف شرطين زاد الحين عليهم، اطلبوا اللون، جاهم شرطين، لون وأيضا المنظر. إذا شفت البقرة يجب أن تكون تسر الناظرين، ما فيها ولا عيب، لا تكون عرجاء ولا عوراء ولا مقطوعة ولا هزيلة ولا مريضة ولا متعبة ولا أي شيء، لازم إذا نظر إليها الناظر سرته.
يلا زادت الآن الشروط. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة